السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. والأهلي يحاور، الأهلي يحاور حوار مهم في توقيت استثنائي، ظرف استثنائي، موضوع استثنائي، والأهم من كل ده مع ضيف استثنائي. ضيف استثنائي في قيمته، في مكانته، والأهم من كل ده في موضوعيته الحقيقة. معنا ومعكم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد سيف. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بك. منور ومشرف. ده نورك ونور المشاهدين قناة الأهلي. إيه الغرام اللي مع جمهور الأهلي ده؟ في إيه؟ أنا شخصيا مش مفاجأ بيه، يعني لم أفاجأ بهذا التقدير المستحق. تقدير مستحق، وده تمن الموضوعية. وده هقول لحضرتك يا إبراهيم، التقدير ده بيخليك انك انت تتمسك بمواقفك اكتر، بقناعاتك اكتر. صحيح. اما يجي لك تقدير من هذا النوع، وبيدل على ان الناس غالبيتها طبعا بتفرز وبتبقى عايزه الحاجه الصح. صحيح. انا مش عايز اتكلم عشان الشكر في نفسي يعني، لكن ايوه عايزين الموضوعيه. الموضوعيه جت بقى من قريب من غريب، هو عايز الموضوعيه ايا كانت موقعها او ايا كان مصدرها. بس هو ده تمن الموضوعيه، وهو ده ثمن الاحترام للأستاذ محمد سيف. لكل امرئ من اسمه نصيب، هذا ما قاله العرب قديما، وضيفنا له من اسمه نصيب كبير، لأنه حاد وصارم في الحق. إنه محمد سيف الدين، الناقد الرياضي الكبير الذي تعرفه جماهير وعشاق ساحرة المستديرة لاتصافه بالحق والموضوعية والحيادية. محمد سيف من مواليد 17 من فبراير عام 1956، كان يمني النفس أن يلتحق بكلية الهندسة بعد إنهاء دراسته الثانوية، إلا أن القدر ساقه لينضم إلى كلية الإعلام الأحب والأقرب لقلبه. وأثناء دراسته وبالتحديد في السنة الثالثة عمل محررا بالقسم الرياضي بجريدة الجمهورية. بعد التخرج مباشرة عام 1978 عمل محررا بقسم التحقيقات بجريدة السياسة، ثم مرة أخرى كمحرر بالقسم الرياضي بمجلة آخر ساعة، والتي ظل بها من سنة 1980 إلى عام 1989. وفي تلك الفترة ساهم في الإشراف على صفحات الرياضة بجريدة الوفد، وذلك عقب صدورها بشكل يومي، إلى أن جاء إنشاء مجلة الأهرام الرياضي على يد الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي. اختاره حينها لأن يكون أحد أفراد أسرته في المجلة التي باتت أشهر صحيفة رياضية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد فترة وجيزة لاعتمادها على الموضوعات الشيقة والمثيرة لم تكن معتادة في الصحافة الرياضية وقتها. بدأ محمد سيف في مجلة الأهرام الرياضي رئيسا لقسم كرة القدم، فسكرتيرا للتحرير، ثم كمدير للتحرير، وأخيرا كمستشار للتحرير. قدم العديد من الموضوعات المميزة والمشوقة التي ينتظرها عشاق ساحرة المستديرة لقلمه المميز وأسلوبه الرشيق. ظهر سيف في برامج عدة كمحلل رياضي في قنوات أرضية وفضائية مختلفة، لكن كانت شهرته الحقيقية من خلال برنامج الكورة مع دريم مع الإعلامي أحمد شوبير، كما قدم برنامج لحظة من فضلك أسبوعياً على قناة مودرن سبورت. وانا اللي كنت فاهم ان انت ابن الدارين، ابن اخبار اليوم والاهرام. عايز اعرف المعلومات دي جت منين. إيه؟ طلعت انت ما شاء الله ليك في كل مؤسسه صحفيه تقريبا. في معلومات هنا دي تعتبر مش حولك، مش ياسر. في معلومات يعني دقيقه جدا يعني. المفتش كرومبو. يعني لا اللي عامل التقرير ده بشكره جدا، وبحيي اللي جاب المعلومات دي. يعني في حاجات يعني ما حدش يعني الحقيقه اللي في التعاون الاعداد اجتهدوا، لكن مسيره يعني تحتاج حلقات الحقيقه، لانه انا كمان راصد محطات كتيره في حياه محمد سيف. بس خليني قبل ما ندخل في المنعطف الإعلامي والصحفي ده بالتحديد،
المشهد الرياضي، وانت واحد من الناس اللي بترصد بدقه وبتتابع معان شويه. الامر وصل النهارده تحديدا، الاهلي بيرسل شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم، لجنه الاخلاق تحديدا، بيشكوها من ظلم التحكيم الافريقي وما حدث من لجنه التحكيم، سواء فيما يتعلق بالمباراه الاخيره مع النجم الساحلي او مع سياسات التعيين. انت قريت الموضوع ده ازاي؟ شوف، وان كنت اشك ان الاتحاد الدولي ممكن يعمل حاجه وممكن في النهايه يحيل الموضوع ويقول لك ده شيء داخلي وحوله للاتحاد الافريقي، وان كنت في نفس الوقت اللي بقول لك ان الاهلي انا بشكو للاتحاد الافريقي او بشكو لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي الى الاتحاد الدولي، لان انا لجأت لك انت كصاحب شأن او كاتحاد معني، وهو بدا باحتجاج للاتحاد الافريقي وما انصفتنيش. اللي انا عايز لك، يمكن انا وانا النهارده بقلب في مجله اخر ساعه في الثمانينات، الملحق الرياضي كان في ملحق الاعلام بتاعه ايه؟ الاهلي والزمالك ضد التحكيم الافريقي. مثلا نسيت اصوره للاسف. يعني عايز لك ايه؟ مشكله التحكيم الافريقي مع الاهلي والزمالك دي قديمه جدا. قديمه جدا. بس احنا للاسف ساعات لما كنا بناخد البطولات كاهلي او زمالك بننسى التفاصيل، بننسى التفاصيل ديت. في زحمه او مش هقول مع البطولات، خلاص بقول لك ايه؟ احنا طبيعتنا انا عفى الله عما سلف، خلاص ادينا خدنا البطوله ومسامح كريم ومسامح كريم. لا، كان يجب ان انت من فتره تتوقف عندها. لان انا النهارده اذا كنت عديت فمش هعدي من الثانيه. او اذا كان فوت لي واحده او عدت منه واحده وهو مش هيعدي لي الثانيه. مش هيسيبك في مصر تفضل مهيمن على البطولات في افريقيا. لغرض في نفسي يعقوب لا داعي للافصاح عنه هذا الغرض، ما فيش هيسيبك. فكان كنت محتاج ان الوقفه دي تبقى بدري شويه. اما انها اتاخرت مش مشكله، المهم انها هي حدثت بقى، انك كانت لازم يكون ليك وقفه فعلا، لان المساله بتزيد وبتتطور. وبعدين تبقى بيلاقيك انت ساكت، ما خلاص بقى يعني انت راضي بالامر، استمر لحد ما تحقق اهدافك اللي انت عايزها، او اللي انا بقول لك اللي انت حاططها في دماغك، واللي هي هتلاقيها في السنوات الاخيره بتتحقق. لو تلاحظ البطولات بعيده عن بتضيع بشكل الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والاسماعيلي، كل اللي بيشارك في افريقيا بدري بدري، وحتى لما ممكن توصل للنهائي وتلاقي نفسك خلاص مضحوك عليك، مضحوك عليك. الا الزمالك فلت بالكونفدراليه السنه اللي فاتت. فانت كانت يعني وقفه كانت مفروض من الاول، ولكن حتى انت خلاص زي ما بقول لك كان يجب ان انت تاخد هذا الوقفه. المباراه النجم شفتها ازاي؟ شوف انا هقول لك، وانا كتبت قلت ان الاهلي بدا ربع ساعه كاحسن ما يكون. عجبتني الطريقه اللي بدا بيها، الناس تقول لك الراجل ده كان مغامر، فايلر مغامر، واللي تلعبه في مصر ما ينفعش تلعبه في افريقيا. لا، ما انا المفروض انت النجم الساحلي فريق، مع احترامي ليه، مش هو النجم الساحلي بتاع السنوات اللي فاتت. فاضي شويه. طريقتك بدات بيها ب 4-1-4-1، وان كان مثلا مجدي قفشه بيرجع يبقى مع السوليه في نص الملعب، لكن في عنصر هجومي وسيطرت على ربع ساعه. جت طرد غير لك او عمل لك ربكه في نظام لعبك، ربكك تمام الى حد الى حد كبير، ومع ذلك انت ما وقعتش. هو ربك تفكيرك الهجومي، ايوه، ولكن لم يؤثر على ادائك الدفاعي او شكلك كله في الملعب. والدليل انك انت النجم الساحلي لم تتح له سوى فرصتين، واحده اللي هو انقذها الشناوي، والكره الثانيه اللي هي جت منها الهدف، وانا بعتبره ان هو خطا من وكل المحللين اجمعوا ان هو خطا من قلب الدفاع رامي ربيع. خطا ممكن يتعرض له اي مدافع صحيح. في العالم يعني، مش صحيح. مش في مصر بس. لكن انك انت تلعب ما يقرب من ساعه وربع وانت ناقص لاعب 80 دقيقة لاعب 80 دقيقة وانت 10 وهم 12 وهم 12 معاهم الحكم طبعا. كمان انا عجبتني الروح اللي انت كنت دايما بتميز بيها لعيبه النادي الاهلي، انك انت ساعه الجد بتلاقي روح تانية مختلفه. ان اخر 10 دقائق انت بتهاجم، انت مسيطر، انت ضاغط. بس هي المشكله كلها انك انت ما عندكش المهاجم القناص الذي انا ما اعتقد ان ما زال النادي الاهلي يبحث عن مهاجم يحتاج القناص ده. المهاجم رقم 9 اللي جوه الصندوق، تعرف المهاجم اللي يترجم كل السيطره دي، عماد متعب، احمد بلال، النوعيه ديت يعني بالظبط. انت ما احتمال، لان اذا كان ازارو في فتره من الفترات كان هو المهاجم ده اللي بيبحث عنه الاهلي او بيجد الاهلي دلالته فيه، اعتقد بقى له فتره بعيد. مروان محسن انا بقول ان الاصابه وعدم الثقه اللي هو بيعاني منها ومحتاجها من جماهير الاهلي اكتر من اي حد تاني. طبعا طبعا، اوعى استاذ ابراهيم ان معظم اللعيبه ولاحظ قريب من معظمهم تأثرهم بالسوشيال ميديا او بما يقال عنهم في الصفحات السوشيال ميديا والمواقع دي لها تأثير كبير جدا عليهم. مهما انت حاولت كجهاز فني انك تقف مع اللاعب،
هو عايز مساندة الجماهير أكتر من مساندة المدرب مع مساندة الجهاز الفني طبعا. فأنا شايف إن مروان محتاج هذه الثقة، فقد هذه الثقة محتاجها. هو الأهلي بقول لك حضرتك إنه كان بيعاني من عدم وجود راس حربة يستطيع أن يستغل الضغط الهجومي اللي أنت كنت عامله، وإن كان ضغط عشان أقول استحواذ وضغط لكن بلا نتيجة، لأنك ما فيش فرصة حقيقية أقول يا ضاعت من الأهلي. ضاعت. نعم. رغم السيطرة الكاملة. لكن مع ذلك وأنا قلت برضو أن الأهلي يستطيع طبقا لمستوى المنافسين في المجموعة وطبقا لمستوى النادي الأهلي وطبقا لأفكار فايلر اللي بدأت تحط إيدك أو معلمها عليها تستطيع أنك أنت مش هقول لك بقى تصعب بسهولة بل تحتل صدارة المجموعة. طب أفكار فايلر كويس أن أنت برضو ده تعبير جيد. شايف أفكار فايلر إزاي وشايفه رايح على فين بين المدربين الأجانب في تاريخ الكرة المصرية حتى مش الأهلوية بس؟ لا سيبنا من يعني تاريخ المدربين الاجانب في كل حال. ما هو انا لحد دلوقتي ما فيش حد هيجي يقنعني زي مانو جلوزيه كمدربين اجانب حدش هيقنعني زي بس بعد سنوات من العمل والله بعد سنوات من العمل يعني خد فتره ماشي طويلة. الفتره الاولانيه والفتره الثانيه انا بقول لك لحد يعني الى ان يثبت انه في حد انك انت في حد يستطيع ان يعادل او يترك بصمه كما تركها مانو جلوزيه. لان مانو جلوزيه كان بيجمع بين الحاجتين الاساسيه اللي بعتبر حاجات أساسية جدا عند المدرب. نمرة واحد انك كتب عندك فنيات. نمرة اتنين انك كتب عندك شخصية. شخصية. فنيات من غير شخصية ولا حاجة. سلم لي على ولا حاجة. سلم على المترو وانت بتركبه. شخصية بلا فنيات ولا حاجة برضو. انت شخصيتك كامدة لكن ما فيش حاجة بنفذها في الملعب. فما دول جمع بين الاتنين. فالنهاردة بتبقى عايز المدرب اللي هو شخصية قوية وعنده فنيات والحاجة التالتة المهمة عشان بس المثلث مكتمل الأضلاع. انك انت ازاي تبقى قريب من اللعيبه انك انت تبقى قريب تعرف تضحك معاهم تعرف تهزر معاهم لكن في نفس الوقت يخافوا منك تقدر تديرهم يتخافوا منك ولا حساب مانو جوزيه كان بيهزر مع اللاعبين ويضحك ويتريق لكن في ساعه الجد شكمه جامده. انت ممكن تبقى خارج من الماتش كسبان وبتحط اللبس جوه بتسمع ماله تسمعه من قبل يعني وبعدين الحاجه كمان انه ما عندوش النجم هو يحترم وجود نجم لكن انت مش هتبقى انت رقم واحد ومش هديلك اكتر مما انت حاطط في دماغك يعني في فتره من الفترات لما هنقول ان ابو تريكه ها شويه كده قعدوا جنبي الشمع المنور لا اقعد جنبي يا حبيبي وما ادراك ابو تريكه لكن اقعد جنبي. هي دي شخصيه مدرب يجمع بين الثلاثه. ازاي تبقى قريب من اللعيبه وتبقى طيب يحبوك وازاي تبقى عندك فنيات وازاي في نفس الوقت تبقى عندك شخصيه قويه. فايلر ممكن يكون لحد دلوقتي انا ما يعني انا خلاص الفترات اللي احنا كان بيعيشها كان زمان كان محرر بقى وبينزل ما اعرفش دلوقتي ممكن يكون ايه لكن الجواب من بعيد كده ممكن يكون ها على طريقه مانويل جوزيه الى ان نشوف برضو الظروف اللي ممكن يتحط فيها اكتر من الظروف السهله اللي هو مر بيها. مانويل جوزيه مره في حوار مطول ليا معاه قال لي من اهم الحاجات اللي هو رصدها على الشخصيه المصريه حتى مش اللعيب بس رقم واحد ان انتوا ما ينفعش تنجحوا وانتوا فرحانين. انتوا الفرحه بتستغرقكم زياده عن اللازم قوي ونفسكم قصير جدا طموحكم محدود. دي ما زالت مساوئ الكره المصريه طبعا. انت مجرد ساعات واحد يقول لك ايه انا احنا وصلنا كاس العالم كفايه خلاص اتعشي هات يا عم خلاص دخل الكراسي وشيل العده اعمل حاجه بس خلاص بقى عاوز ايه تاني شيل العده يا ابني ولم الكراسي ايه ليه ده انا وكل ما اجي اتكلم اقول لك مصر هي اول دوله عرفت كره القدم في الشرق الاوسط وافريقيا مصر هي اول دوله شاركت الاولمبياد سنه 1920 مصر هي اول دوله تشارك في كاس العالم سنه 34 مصر هي اول فريق عربي يحرز هدفين في كاس العالم اما هي اول طب الاول ده مش عايز ياخد عامل ايه ايش حالك اليوم مش حالك اليوم يعني مفيش خطوتين كمان لقدام ولا هنقعد نقول احنا انا كنت مفيش انا سوف يعني هي كل انا كنت هي دي فعلا انك انت الطموح عندك محدود والفرحه عندك طاغيه جدا والحزن عندك شديد جدا يعني انا النهارده هنقول ان فايلر عمل اداء كويس فالناس طايره بيه. طب تعالى النهارده بعد الشوط الاولاني هتقدر يا عم في ايه؟ انا هنخرف بقى ولا ايه؟ أيوة. في ايه؟ مين ده اللي انت منزله؟ يا عم ما فيش المنطقه اللي بتاعتنا اللي هي المنطقه اللي هي في الوسط او انت تحكم على 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 على, على الحاجه في وقتها انت وقتها ايه ده كسبان يبقى ده خسران يبقى ملناش علاقه بيه. لا فانا بقول لك جوزيه عنده حق ان احنا طموحنا بقى شبه محدود بنفرح ان احنا وصلنا لكاس عالم وده يفسر اللي انت بتقوله انه
دايما وابدا بيحاول يخطف حد، دايما وابدا بيضرب التقيل، بيضرب الكبير، يتصلبط على اي حاجه، مش فارقه معاه لا ابو تريكه ولا بركات ولا وائل جمعه، بس في النهايه هو عايز يفرغ من جواهم جرعه الفرحه والثقه اللي خلدتها البطوله. وانك انت ممكن الفرحه دي ممكن زي ما هو قال لك انها ممكن تعيش معاك على طول فتنسى اللي جاي. وده وبعدين يا استاذ ابراهيم الانديه الكبيره في العالم كله والاهلي نادي منهم ما ينفعش يقف عند بطوله او عند نجاح والا طب خلاص طب انا وصلت للقمه طب بعد القمه ايه؟ خلاص بقى كفنوني. كفنوني وموتوا يعني خلاص ادفنوني خلاص. لا الكبير بيبقى عايز يبقى اكبر من هو كبير وعشان ومش عايز يبقى هو كبير بس وعايز يظل كبير في عيون الاخرين طول الوقت عشان ما يجيش عليا وقت انت كمان انا اقل في نظرك فتبدا تبص لي بصه ثانيه فتبدا تاخدني في السكه تكعبلني لان هنزل. فانت النهارده انا نادي كبير طموحاتي يعني ايه؟ انا خدت بطوله افريقيا وماذا بعد بطوله افريقيا؟ مشاركه في انديه كاس العالم حلو وماذا بعد بطوله انديه كاس العالم؟ مركز خدت ثالث وبعد كده اوعى تقول لي بعد كده انا لما اروح لكاس العالم انديه بطوله انديه كاس العالم هروح لمجرد المشاركه والتمثيل المشرف او ان انا اروح اخد مركز ثالث لا ما انت خدته قبل كده. ما ينفعنيش اللي هو تنشيط الدوافع بقى ده سيب عندك دوافع مستمره وهو ده اللي بيتكلم عليه عشان بقول لك بتمدمنا نجاح منو الجزيه منو الجزيه العامل النفسي العامل النفسي انك انت ما خدتش بطوله لا طب وليه بقى ليه ما بقوش اثنين طب في بلاش كده انت كسبان ماتش وماتش كبير اي ماتش 2-1 ليه ما بقوش ثلاثه ليه ما بقوش اربعه ليه طموحك يقف احنا خلاص خدت ثلاثه بونت ما تمتع الجمهور يا اخي في المدرجات طب متعه الجمهور ايه بالاهداف اوعى توقف عند ثلاثة وتقف عند أربعة ليه وتستكأ وتقول لك أنت مش عندك الفرصة إنك تضغط على المنافس اللي قدامك طبعا وتكسب أربعة وخمسة طبعا كمل طبعا ده نوع من أنواع الطموح أيوه إن أنا لو أرضى بالفوز لمجرد 1-0 خدت التابونت وبرضه تعشي لا هو ما في واحد عشي ما في فطار الصبح بالظبط ما تكمل ما تحلي حلي ما تحلي بالظبط كده طيب دي من مسيرات يعني المدرب يعني ده برضه يأشر إحنا عندنا نقص شديد في التأهيل النفسي طبعا. يعني اجهزتنا الفنيه هي فين من المعد النفسي في الفرق دي انا ضد ان يكون في معد نفسي مش هنقبله ومش مش هنقبله مش هيعرف يتبنى على اساس انه هو جاي من هو جاي بقى جاي لا هو جاي واحد دارس حاجه معينه فجاي يسمعها لنا انت بتسال بعض اللاعبين برضه في الظروف زي كده يقول لك واحد ما واخد دكتوراه في حاجه معينه ولا دارس قرا كتابين هيجي يسمعهم لنا مش هينفع لكن انت بتبقى عايز هقول لحضرتك على حاجه هو الوالد ممكن بيجيب طبيب نفسي او يجيب معد نفسي لاولاده لا هو نفسه هو المعد النفسي هو الام بس في ظرف يحتاج ده يعني انا اقول لك على حاجه في التجربه الاهلي بعد حادثه بورسعيد مانويل جوزيه استعان بواحد زي الدكتور محمد فكري واحد متخصص ما كانش من السهل ان انت تقدر تخرج اللعيبه من الحطام النفسي الرهيب ده وحول اللي انت بتقوله حول الكارثه الى دوافع بس عايزين نحقق البطوله علشان ارواح الناس اللي ماتت وهي بتتفرج عليك وفضل دايم الضغط عليهم بده متفق معاك ده شغل نفسي بس متفق معاك بس انت بمرحله لمرحله لظرف معين لكن ما بقاش معايا على طول انا مش ضد العلم ما بقولش يا انت عم تدي لا انا مش ضد العلم بس انا بقول لما بيجي الشيء من صاحبه بيبقى تاثيره اقوى يعني لما بيجي لي من المدرب بيبقى اقوى لما بيجي لي من رئيس النادي بيبقى اقوى التاثير النفسي والعمل النفسي ممكن اجتماع مع رئيس النادي يزيح عني حاجات كتيره قوي ويفوقني لو انا دخلت في غيبوبه يفوقني منها من رئيس النادي وممكن تبقى من المدير الفني بتاعي اللي انا قريب منه وبحبه غير لما هيجي لي واحد قاعد معايا انت ايه متضايق ليه زعلان ليه وانت مالكش تاثير برضه عليا لانك انت بقى حتى وان كان التاني عنده مفاتيحك ما عندك بقى عند مفاتيح عنده فهمني طب انت بقى هتنفع يعني هتاثر على المدرب ازاي ان انا العب مثلا يعني اذا كانت مشكلتي هي اللعب ونفسيتي تعبانه من اللعب طب انت فهمتني كمحلل نفسي هتنقل بقى الكلام ده للمدرب لازم المدرب يقتنع على طول طب انا ليه بلف ما بروح للمدرب على طول ولو عندي مشكله ماديه او طبعا مع الشخص المسؤول رئيس النادي على طول او مدير الكوره او الشخص اللي هو المعني لكن من غير ما لكن انت الظرف انت وقتها محتاج لطبيب نفسي او ايا كان الاسم او معالج نفسي او ان هو يخرجني من الحاله اللي انا فيها دي لانها حاله جماعيه هنا كانت حاله جماعيه فكنت محتاج ان حد يخرجنا كلنا لكن انت بتبقى على مدار الموسم بتبقى الحالات فرديه فدي بتبقى عايز المدرب مباشره عشان كده بقول لك ان من ضمن عوامل نجاح اي مدرب واسباب نجاح من يكون مؤهل في الجزئيه دي ان هو مؤهل ازاي يتعامل مع اللاعبين يضحك معاهم امتى ويهزر معاهم امتى ويحضر عيد ميلاد امتى ويقول نكت امتى ويتقمص امتى ويتقمص امتى
ويشخط امتى، وممكن تسمع صوته وانت بره في اوضه من بره اوضه لبسه ب 10 كيلو. هو ده وانت ايه كسبان. اللي انا كنت عارف من بعض اللعيبه ان هو بتبقى كسبان وداخل مودي لك وش تاني، وزي ما انت بتقول مدور على اي حاجه فارغه وماسك فيها وعامل منها موضوع. ايوه هو قاصد بالظبط، هو فرحان بس هو شايف ان الفرحه تغلي عند اللعيبه ودي مش يعني مش الفوز الاول لكن يتلكك لاي حاجه. الكره الفلانيه اللي انت سبتها وطلعتها ويعمل منها موضوع وقعد وهنتكلم ويخطف الكبير ويخطف الكبير وتوصل للانسان الصغير. فانا المعالج النفسي مطلوب ولكن في ظروف معينه او في وقت معين او في حالات معينه، لكن دايما بقول تاتي من المدرب اولا. عشان كده اقول لك من ضمن سمات نجاح المدرب ان هو يكون عنده قدره على التعامل النفسي مع اللعيبه اللي معاه. طب دي مساله شخصيه في قدرات المدرب طبعا. كشخصيه طبعا ولا تاهيل ليهم برضه؟ ما هو اذا كان مش عايز ياهل نفسه انا هعمل له ايه؟ ما عشان كده في مدرب في ناجح ومدرب مش ناجح، وعشان كده في مدرب كان نجم كوره كبير قوي ممكن ما يكونش مدرب ناجح. دي الفروق الفرديه بقى، ويكون مدرب ناجح جدا ما كانش اصلا لاعب كوره اصلا. دي فروق اللي هي فرديه، وانت بتاهل نفسك زي ما انت بتقول في مدربين بتاهل نفسها وفي مدرب هو معتمد على شويه الحاجات اللي اتعلمه وهو ملاعب او خده من مدرب اجنبي كان بيتطرر تحت ايده وشغال عليه ما بيطورش نفسه. لكن دي حاجات ترجع لك انت، انت عايز تنجح فبتاهل نفسك بتتعب بتقرا زي التلميذ اللي عايز ينجح وعايز يخش كليه مرموقه مش هيكتفي بان هو يعني يحفظ الدرس وخلاص، لا لا بيزيد وبيزود ساعات المذاكره وممكن ياخد درس خصوصي وممكن ممكن ممكن عنده يرفع الكفاءه عشان فده تاهيل. المدرب هو مسؤول عنه. وعشان كده احنا بنعاني احنا في مصر بنعاني من نوعيه المدربين دي. المدرب ممكن تبقى انت فنيا كفء ولكن عندك في نواقص في السمات الشخصيه تعطلك معطله الفنيات اللي عندك وممكن الفنيات عندك مش عارفه توصل للعيبه لانك ما عندكش القدره انك توصلها. التوصيل لان التدريب ما هوش ملعب بس ده هم 45 او 90 دقيقه في الملعب الباقي وفي ساعات بره الملعب. صحيح صحيح. طيب ريني فايلر بقى وهو بيحط رجله على الطريق في بداياته هل مقبول منه اي شخبطه؟ يعني هل اجتهاد؟ لانه برضو انت اشرت الجزئيه انه ممكن تكون الزمزقه عند بعض الجمهور بعد الشوط الاولاني النهارده. أيوة مباراه مع بني سويف طبيعي. مباراه في الكاس جايه جمله اعتراضيه في سياق افريقي متوتر حتى طبعا مش مقبول منه انه يطلع الشوط الاول متعادل، مش مطلوب ان الاهداف تتاخر، مش مطلوب انه حتى يدي فرص لبقيه اللعيبه اللي ما تلعبش. ليه مش مطلوب منه؟ ليه ان شاء الله؟ دي الجزئيه بتاعت الجمهور. لا ما عشان كده بقول للجمهور لا يعني مش مقبول منه وهو يعني النهارده نازل او نازل تمرين ومعاه مفتاح الفوز اول لما يخش يفتح غير اخش رش ميه يلا وابدا كل واحد يجيب لنا جونين مش رشينا الميه خلاص وفطرته يلا كل واحد يسجل. لا دي كره قدم في النهايه وانت بتلعب وانت بتلعب وفي منافس بيجتهد عنده دوافع. والشوط الاول ما شاء الله فرقه بني سويف مركزين ومركزين وبيدافعوا صح وعندهم دوافع بيلعب مباراه بالنسبه له مباراه المهاجمه المرتده ولعب عليها عنده دوافع. وبعدين ما تنساش ان انا النهارده عندي مباراه يوم الجمعه صح مباراه مهمه في افريقيا بالظبط والنهارده جاي من مباراه ثانيه وجاي مباراه تعبان. ثم انا النهارده قائمتي المفروض 25 المفروض ان ال 25 دول مش هقول كلهم يعني على مستوى واحد لكن على درجه مستويات متقاربه في فوارق النجوميه والموهبه لكن كله. وانا النهارده لما هلاعب احمد الشيخ المفروض ان هو يتالق مش ذنبي ان هو مش 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 ما مسكش في الفرصه مش ذنبي. هلاعب سين صاد اي حد من الناس اللي هي لعبت لاول مره جيرالدو او الكلام ده كله مش ذنبي ان هو ما 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 بقاش في الصوره مش ذنبي لان هو المفروض ان طول الاسبوع انا بتمرن الكل بطريقه واحده والكل بيستوعب نفس الاسلوب. انا بلعب باسلوب للجميع ما بلعبش باسلوب لل 15 دول ولما اجيب 12 غيره بلعب باسلوب تاني. لا ده هو اسلوب واحد انا موحد السيستم زي ما انت بتغير التروس. الله ينور عليك. ما بتشوف حتى في ليفربول ولا بتاع يطلع سين يطلع صاد هو الاداء برشلونه ممكن درجه كفاءه تقل سنه تقل بس مش هتغير السيستم. لا مش هتغير السيستم انت بتخش انت ترس بتخش بالزبط. بس ممكن تكون حركتك بطيئه الترس بتاعك الترس مش بالزايد كويس مختلف سنه مش بالزايد كويس ماشي هيحصل بطء في ايه دوران العجله لكن دايره هتشتغل. المفروض ان السيستم واحد. انا المفروض النهارده كلاعب بتجيلي فرصه وانا قاعد على الخط بقالي مده المفروض بمسك فيها بقول للمدرب لا انا موجود كله بعد كده انه يقعدني مش مشكله لما يرجع للتشكيله الاساسيه دي مش مشكله بس انا لازم اقول للناس او اوري للناس. فالنهارده المدرب في مباريات في اوروبا او في انجلترا تحديدا
كل البطولات غير 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 الدوري بتلاقي المدربين بيعملوا ايه؟ الصف الثاني على طول هو اللي بيعمل والسكند تيم هو اللي بيعمل واضح وممكن يتهور ويخسر مفيش مشكله لانه عنده في بطوله عنده تارجت ثاني أيوة. فالنهارده ما كانتش في مباراه الكاس اللي هي في الادوار التمهيديه ديت مش فرصتي ان انا اجرب لعيبه او ادي فرصه لعيبه او يضيع مني شوط. طب هتعلم ازاي او اصحح اخطاء ازاي؟ طب لو انا كنت كل مباراه بنزل وبكسب من اول شوط وبسجل من اول مباراه طب يبقى ايه الاخطاء؟ يبقى انا لا يبقى انا بقى ما بقتش مدرب بشر بقيت مدرب ملك. خلاص ولا هم الملائكه وحدهم هم الذين لا يخطئون؟ ما ينفعش كل مدرب لازم معرض للخطا ولكن انا بحاسب الخطا بتاعك بتصلحه بسرعه بتتداركه ولا هو متكرر عندك؟ يبقى في الساعه دي هقول لك ستوب. يعني انت هتيجي تقول لي انا النهارده هلاعب شريف الاكرام، لا ده شريف النهارده وحش، طب خلاص الماتش الجاي هات علي لطفي، لا 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 علي لطفي مش وحش، لا انت كده عمال لا انت جاي تجرب فينا. مش احنا بقى بتاع التجارب في انك تجرب، لا اقعد معلش معلش يا مولانا لا اقعد انت على جنب شويه بقى ما عندناش وقت للتجارب. في مدرب عمال واخدها تجارب. لا وفي انديه ما ينفعش معاك انك تجرب على طول. او كل ما تجيلك في دماغك اسلوب لعب تطبقه او لما حد يملي عليك طريقه تعملها. لا فين شخصيتك انت وفين اسلوبك انت وفين اللي انت فكرك انت؟ لكن تغير في مباراه وتودي فرصه للعيبه زي مباريات الكاس مصر في الادوار الاولى ده شيء مطلوب. يتاخر الفوز شيء عادي عشان كده بقول لك زمزقه الجماهير. لكن من حق المدرب انه يجرب ومن حق انه هو يغلط بس المهم ان الغلط لا يستمر ويستفيد منه بالتاكيد. ما انت هتستفيد انت ما انت الاستفاده بتيجي منين؟ انا عمري ما بستفاد من نجاحي. المفروض ان انا ما استفدش من نجاحي. طبعا انا استفيد من فشلي. طبعا طبعا هو اللي كشف لي الخطا هو اللي كشف لي لكن لو انا ناجح طب ما خلاص ده العكس النجاح ممكن يخبي يخبي عيوب يخبي عيوب عشان يقول لك تستفيد من فشلك لكن اكتر مما تستفيد من نجاحك. ايه اللي ممكن يكون استفاده فايلر من ماتش النجم الساحلي في رايك؟ يعني هو طبعا فنيات يعني هو ادرى لان احنا يعني احنا ما بنحبش نفرض على المدربين ولكن قاعدين بنقول راينا يعني. وهو اضرب القماشه اللي عنده وبالظروف اللي عنده لكن انا زي ما قلت لحضرتك الاهلي عايز النزعه الهجوميه اللي عنده في راس الحربه. انت خد بالك وانا سئلت قبل كده في احد البرامج فايرال قلت لهم هستنى فايرال احكم عليه بشكل جدي عندما يلاعب فريق قوي جامد فريق رخم بمعنى كره لازم نقول احنا كره قدم. لما يتاخر بهدف يبقى رد فعله شكله ايه؟ لما يتاخر الفوز يبقى رد فعله ايه؟ يتحط في الاختبارات دي. لما يلاعب فريق زي ما بيقول لك رخم عايز يكسبه. مش الاهلي اللي عايز يكسبه، لا الفريق ده هو اللي عايز يكسب الاهلي. فانت رد فعلك هيكون شكله ايه او بتعامل ازاي؟ لما تتحط في الظروف ديت بقدر احكم عليك بالشكل الكبير قوي. فهو بدا هنقول مع دوري المجموعه دور المجموعات بدات بدا وان كان اتحط في ظرف مش طبيعي في الطرد المباشر دي ظروف والحكم دي ظروف. لكن انا بقول لك انت بدات بس هتواجهها ايوه ما دي برضو بتقول لك ايه الاخطاء الدرس. اللي انت او الدروس ان انت مش هتعيش في البستان كتير هو خطا من لاعب من عندك ايا كان بقى الحكم ان هو ده في النهايه لاعب عندك خطا انه ظرف وتعرضت هتعلمه بعد كده الفوز لهذه الظروف انت ممكن تسيب المهاجم لان هو الكره بعيده يعني هتستفيد من الخطا دوت بصرف النظر عن قرار الحكم كان صح ولا غلط. لكن انت في خطا حصل سواء بقى يستحق انذار بقى ما او طرد بره ولا جوه ده موضوع تاني لكن في خطا حصل انا هستفيد منه. لكن يستفيد من الاستفاده بتاعته من هذه المباراه انك انت عرفت انك انت تبقى ممكن مسيطر على المباراه وبتسجلش يبقى انا في حاجه هنا ناقصاني عليها بقى ازاي؟ لان انا ممكن اواجه الظروف دي تاني مره تانية. ممكن اروح على اي فريق وانا بلعب الهلال السوداني هناك في السودان ممكن اواجه نفس الظروف ان الفريق ممكن يبقى متكتل ويلعب على مرتدات طب انا هتعامل معاه ازاي؟ ازاي ابقى مسيطر وما بعرفش اسجل؟ دي اعتقد اهم حاجه استفاد منها من هذه المباراه ازاي تسيطر ولا تسجل حتى وانت ناقص وتعمل ايه ساعتها؟ واوراقك البديله تبقى ايه؟ يعني انت النهارده انا عجبني في حاجه ان لما مع اخر مباراه بقى بيلعب بالشبه بثلاثه ورا لما علي معلول خرج ما نزلش حد يلعب ناحيه الشمال ونزل علي جونج المالي ده في نص الملعب قال له ديانج في نص الملعب وخليت احمد فتحي هو اللي يجي ناحيه الشمال بقى شبه ثلاثه ورا وديانج ساعه لما ترتد الكره يرجع مع رامي ربيع كويس اذا يعني ايه انت بتغير من افكارك وده اللي بيعجبني في المدرب انه يغير من افكاره اصلا وبرضه في الجزئيه ديت يا استاذ محمد فكره ان انا لما اجي اواجه ظرف طارئ زي كده اواجهه بتبديلات داخل الفريق اعتمادا على
وجود اكتر من لاعب جوكر بقدرات مختلفه طبعا يقدر يعالجولي اقدر اعمل تبديل وتوافق على الرقى طبعا ولا اغير تغيير صريح انزل سيرد باك مكان مش شرط اه مش شرط طب ايه بره بره افرض فوجئت هو فعلا انت عارف بص سوء البخت فين ان هو علي معلول يتعور بعد ايمن اشرف ما اتطرد الاثنين بيعتمد عليهم في الناحيه الشمال يعني هو مش حاطط محمود وحيد على الدكه اعتمادا على انه لو احتاج بديل لعلي معلول هيودي ايمن اشرف الاثنين واحد يطرد يبقى ده درس يبقى ده درس من ضمن هتقول لي هو استفاد ايه من مباراه النجم الساحلي هي الحكايه ديت انك ممكن سوء البخت يضرب و وتجي لي اصابه يبقى لازم الدكه عندي يبقى انا عامل حسابي يبقى ده يبقى انا اتعلمت بقول لك الحاجه الثانيه اللي هو يتعلمها ان انا النهارده بالذات دي اول مباراه لا. يعني افريقيه جده سيبك من الدور اللي فات خلاص بقى اللي فات ده كان كله يطلع بره خش جوه ده خلاص بقى تعالى على جنب تعالى على جنب وبتاع وهدي شويه يا اسطى وعديني انا الاول كل ده وعجلتنا عشان عد انا كل ده اطلع معلش بره. اطلع بقى يعني فاللي جاي هو اللي جد فده من ضمن الدروس اللي هو على حدود استفاد منها ان انا ازاي ممكن اواجه ظروف بطرد باصابه يبقى لازم الدكه تاني بس الحاجه الثانيه كمان ان انا لازم عندي التغيير من جوه فلنفترض ان انا برضو الظروف اللي وراها اضطريت ان انا اعمل ثلاث تغييرات في شوط لظروف اصابات وحصلت اي حاجه جون هدف دخل عايزه لازم ابقى عارف من جوه ازاي اغير من جوه وعشان كده النهارده لما يبقى واحد زي احمد فتحي بدا المباراه باك رايت وفي وسطها كان قلب دفاع ثم انهاها ظهير شمال باك شمال ده من ضمن حلولك الداخليه طبعا ومن ضمن الحاجات اللي تحسب لك او اللي تحسب للفرقه ان انا بيبقى عندي مثل هذا النوعيه من اللاعبين ان انا ازاي من جوه اعمل التغييره وما اقلقش لكن في نفس الوقت انا لازم تبقى الدكه سلاح سلاح في ظهري ساعه لما زي النبله كده راح شديدها كده ولا السهم اشدها اوجه في ظهري موجوده ساعه الجد اسحب ونشي لكن التغييرات اللي من جوه لا مطلوبه ازاي النهارده عايز اقول لك يا عمار لعب يلعب ايه ليه ما جربش ليه يا عمار باك رايت ناس في سمعت قعده الناس قالوا لك ايه كان المفروض ان ابدا باحسان الشحات باك رايت وبتاع طالما الفرقه اللي قدامي يعني ايه طب خلاص اوكي هو مستقر على حسين الشحات عايز يجرب حد تاني اوكي حسين الشحات ممكن يلعب لي باك رايت لكن ايه طب ما انا ما اشوف طب ما انا شفت عمار وهو بيلعب مع المنتخب الاولمبي في الماتشات الوديه بيلعب ناحيه اليمين طب ما جربه في ما يمكن يجي معايا بالظبط لا يمكن ما ياما لعيبه بدات مهاجمين وله مدافعين مدافعين ومساكين والكلام ده كله ولاعيبه في قدراتهم ده مجد يعني عبد الغني بدا يعني بدا في في في, في راس حربه وبتاع وشو عين نص ملعب وعين لاعب مساك وهكذا يعني في لعيبه حتى قدراتها يعني انا كنت بسمع محمود ابو الدهب من يومين بدايته راس حربه ايوه يعني محمود حتى التكوين البدني والشوتنج بتاعه والاداء الحركي مدافع ومدافع ليبرو قديم يعني مش فاضل في الزمالك كان حسين عبد اللطيف اصلا كان كده كان بيلعب كان جاي من المنيا مهاجم كان بيلعب تحت راس الحربه تحت راس الحربه وبعدين الزمالك خدوا نص جابوا ملعب جابوا من المنيا مهاجم نص ملعب وبعدين باك رايت كابتن الجوهري لما كان ماسك الزمالك جاب من المنصوره اعتقد تامر النحاس راس الحربه ولعبه مساك ما فيهاش مش يعني انت النهارده دي رؤيه مدرب وازاي بيبقى باصص للاعب ان هو ممكن يديني في المركز قدراته تدي فين وقدراته تديني فين ما اكتر من مركز وفي مركز هو مش هيغيره او مش هيديني اكتر منه يعني انا النهارده اقول مثلا ايمن اشرف هو باك ليفت ممكن لما بنستخدمه مساك في بعض الاحيان لكن مش اساسي تنوع القدرات لانه المفروض حسب القماشه والقماشه مهمه جدا في مع اللعيبه الناشئين بالذات يعني مدربي المنتخبات الناشئين وفرق الناشئين بيبقى عليهم دور كبير في استكشاف القدرات دي بدري شويه عشان كده معنا على الهاتف واحد من مدربي الناشئين الواعدين واللي بيجهز لنا منتخب الناشئين لمستقبل كبير ان شاء الله صديقك شيخ. العزيز الكابتن ربيع سي كابتن ربيع اهلا بيك ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم ازي صحتك تحياتي وتحيات صديقك الغالي محمد سيف وحمد لله على السلامه تحياتي لحضرتك وتحياتي لاخويا الكبير استاذ محمد سيف طبعا ايه الحكايه بقول له قبل الهوا نفسك تكلم مين قال لي الشيخ ربيع ياسين ومش عايز حد تاني ايه الحكايه استاذ محمد ده اخويا العزيز وبتشرف ان هو اخويا لو حبيب طبعا ربنا يخليك يا شيخ حمد لله الله يخليك انت قيمه كبيره يا كابتن حمد لله على السلامه الله يخليك الله يسلمك يا حبيبي الله يسلم حضرتك ايه في تونس خدت وصيف مش كده شمال افريقيا خدنا كانت بطوله مهمه جدا بطوله قويه جدا مطلوب الماتشات دي هي اللي نقدر نجهز بيها اللعيبه الواعدين اللي هم المفروض تتنقل لهم الخبرات عن طريق المباريات القويه دي. المواقف محتاجين مواقف محتاجين شخصيه
محتاجين جوانب فنيه كتيره جدا انا بشتغل عليها قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه. ده مهم جدا بدخل بيه اللاعب يعني. لان هي كلها اوقات والاوقات لازم تتوفر لوجود اللاعب اللي ان شاء الله يبقى موجود فريق كبير يحترف بره يبقى امتداد للي قبله للمنتخبات الوطنيه. الوقت مهم جدا في صناعه النادي. فبطوله اكيد استفدت منها 4 ماتشات قوي جدا واكيد خرجت بايجابيات وسلبيات طبعا مفيش كلام. وكان معايا 22 لعيب كلهم لعبوا والحمد لله على البطوله يعني قدرنا ان احنا مواقفنا تبقى مشرفه على المستوى الفني والنتائج يعني تساوينا مع تونس في كل حاجه. كل حاجه 7 نقاط 4 5 اهداف علينا عليهم نفس كل حاجه بس في المواجهه كسبني في المباراه الاخيره يعني. ما انا ضيعت بينالتي في الدقيقه يعني 38 من الشوط الثاني كان ممكن اتعادل بيه واخد البطوله يعني. برضه نفس البينالتي برضه في بوركينا فاسو بعدين ما تسر جالي برضه بينالتي في الدقيقه 38 هي المباراه 40 دقيقه 40 40 دقيقه ربنا ما اردش كان ممكن نكسبها لكن الحمد لله مواقف مهمه جدا جدا اكيد استفدت منها وانا بسجلها يا حضرتك ابراهيم ما بسجل كل ده انا جبته طبعا معايا النهارده بقطعه وبحتفظ بيه بعمل تقريري الفني عشان برضه كل ولد يعرف اللي ليه واللي عليه ده مهم جدا ودايما بقعد معاه احفظه شويه حاجات كتيره جدا وبتبقى يعني مهمة إن شاء الله يعني مش سهلة لكن مصر ما ينفعش يعني يبقى تعداد سكانها 100 مليون أو أكثر شوية ما بقاش يبقى عندها منتخب لا ما ينفعش لازم في منتخب قوي بأمر الله تعالى لكن هو الوقت والماتشات الودية الأفريقية مطلوبة عشان أنا الخبرات والمواقف فيهم عن طريق المباريات دي بإذن الله. كابتن أنت تابعت في تونس طبعا مباراة الأهلي والنجم الساحلي. أه طبعا رحت طبعا وخدت اللعيب رحت الملعب رحت الملعب طبعا. طيب ايه بقى اللي بيلعب في تونس وانا في تونس مش انت ناقص تنزل تلعب انا عارف قول لي طيب شفت الماتش ازاي شفت الماتش ولا هو طبعا شفت الماتش الحكم اللي كان ليه دور ثاني في ان هو يحجب لاعبي الاهلي يعني الحكم كان واضح طبعا ان هو حكم يعني خلي بالك حياتك تونس مشهوره بالحكام ومشهوره بالمجاملات دايما التاريخ الماضي بيقول كده وحتى احنا والله انا يعني مش عاوز اقول لكن فنيا الاهلي هو الافضل هو الاحسن لكن انا برضو يعني باخذ على اللعيبه ان هي يعني اللعب كله كان بالعرض اللعب الامامي اللي مشهور بيه النادي الاهلي التحول من دفاع لهجوم السرعه الايقاع السريع انهاء الهجمه يعني خطوره النادي الاهلي بفضل الله تعالى اللي بيلعب على نسبه الاستحواذ بيلعب على الكروسات العرضيه من اليمين والشمال بيلعب على الاستراق من الوسط وبيروح وبيسجل فما لقيتش ده بشكل كويس. يعني مكالمة قطعت. كابتن ربيع. طيب صوت التليفون. هنعاود الاتصال تاني بالكابتن ربيع. هو برضو من الدروس. انت التحكيم قرص عليك صحيح. خلاص ما دي بس لعبك انت عرض انت لعبك فين؟ انا قلت لك انت مشكلتك انت مش عارف تنهي الهجمه انت مسيطر بس ما عارفش تنهي الهجمه مش عارف تنهي الهجمه. انت عمال تلعب كرات على طب يعني انت رايح جاي. انت مش عارف هدفك ايه. يعني انت رايح جاي بتلعب عرض بتلعب عرض وبعدين الهجمه مش سريعه طب وبعدين انا بقول انت مش شايف جوه برضه مين راس الحربه اللي ممكن تشتغل عليه مع احترامي وتقديري انت مش شايف انا كبلعب كره عرضيه انا بلعبها وخلاص بلعب كره عرضيه عشان تقول انت مش العب عرضيه المهاجم الوهمي السحري المختفي ما انت عشان برضه لما تيجي تلعب اجايه راس حربه في ماتش من الماتشات ويسجل لك ما دي مشكله دي احنا بنقول عليها اللي هو جوزيه كان عمره ما هيقتنع بيها يبقى انا اخرنا احنا نجحنا لا دي ظروف مباراه هي اللي نجحتك اجاي مش ناس حربه لكن انت لعبت في مباراه انما في مباريات ممكن يبقى ممكن. مناسب فيها جدا ممكن مباريات بيبقى مناسب فيها ومباريات ومطلوب ممكن. فيها ومطلوب فيها ممكن تبقى ورقه خدعه زي عمر الورقه السايله الوهميه كده مثلا ايه تلعب باك ليفت تلعبه تحت راس الحرب ولا حاجه بتبقى ورقه بتخدع بيها منافس في وقت من الاوقات لكن مش في كل الاوقات وخصوصا انت بتروح للمنافسين برضه بيبقوا ذاكرينك وحافظينك. طيب معانا كابتن ربيع تاني كابتن ربيع. ابراهيم معلش انا في طريق اصل التلفزيون فالشبكه ممكن تكون في الطريق. لا معلش يا استاذ محمد. كنا بنتكلم على انك انت مع كل الظروف اللي التحكيم حط الاهلي فيها في المباراه لكنه كان اللعب بالعرض كتير شويه. كتير العرض كان كتير دايما النادي الاهلي عنده سمة في استحواذ واحد ان بيحتفظ بالكوره كويس قوي ما بتضيعش منه بسهوله اخطائه الهجوميه في الاستحواذ والتمرير اللي بيبني بيه من وسط الملعب من الثلث الاولاني للثلث الوسطاني بيبقى سريع جدا
وبتروح فيه اكتر من لاعب وبتنهي الهجمه بخطوره، بتروح وتنهي الهجمه من 10 ممكن اسجل هدفين ثلاثه، من ثلاثه اسجل هدف، من اربعه اسجل. الاهلي لما بيوصل لل 18 وبقى في زياده عدديه وفي تحرك وفي ترابط ما بين وسط الملعب والهجوم، بتروح بخطوره وتسجل. النادي الاهلي كان ياخد انه ورا يعني، كان لازم يروح وخطورته تظهر والزياده العدديه تبقى موجوده وفي نفس الوقت انه يسجل الهدف. ده النادي الاهلي كان من نصين من مستلتين الملعب بيطور شغله المهام الخططي وبيروح على الجول عشان يسجل. بطوله النادي الاهلي في الثلث الوسطاني من التحول للدفاع للهجوم، اسرع فريق في مصر يتحول من الدفاع للهجوم عشان يسجل صح. هو تيم النادي الاهلي. يقدم كره السنه دي جميله، ايقاعه سريع، في تجانس، في ترابط، في فرديات على المستوى الجماعي والفردي ده النادي الاهلي. والشكل العام الفني اعتقد ان يعني مبهر، في امتاع يعني من اول الموسم احنا مقتنعين ان النادي الاهلي مش خطوره بس، في ابداع وفي شكل فني رائع وفي تجانس وفي تفاهم بصراحه يعني. طيب كابتن ربيع، عايز اسالك سؤال بقى بعيد عن الاهلي. تحت امرك. في مقوله بتقول ان في مدربين بيبقى يعني لا يصلحون الا لتدريب الناشئين او منتخبات الناشئين فقط ولا يصلحون مع الكبار، انت مع هذه المقوله؟ لا طبعا. لا طبعا. لانه حضرتك بص يا محمد، هو ما طيب ثلاث ارباع مدربين مصر اشتغلوا مع الناشئين، ده البراعم، ده البراعم الاول، ده في عندك يعني هو الكابتن حسام البدري بدا مع البراعم. صحيح. كله بدا من تحت. مدربي الدوري الممتاز بدا مباراه مع الناشئين، والكابتن حسن سعاد واشتغل مع الناشئين واشتغل ووصل بيهم وعمل بيهم وبعد كده مثل. لا هي لا طبعا مفهوم. ده يمكن مدرب الناشئين هو اللي محتاج يعني خبرات عاليه جدا عشان يدرب الناشئين. يعني يا استاذ ابراهيم بقى وحدك حاجه الصعب تدريب الناشئين مش تدريب الكبار. اقسم بالله يا استاذ محمد استاذ ابراهيم ان الشغل مع الاعمار، تعالى شوف طبعاً. عدد الساعات طبعاً. انا نفسي كاميرا تيجي وتسجل عدد الساعات اللي بشتغلها مع 18 سنه 17 18 19 لسه بتشكل اللي بنمشي فيه لحد ما ان شاء الله يكبروا باذن الله تعالى. معدل الساعات يا استاذ ابراهيم يا استاذ محمد كتير. ليه؟ لان خلي بالك الولد متغير اولا في نموه الفني وجسمانياته، وبعدين شخصيته ممكن خلي بال حضرتك ما قبل كده يعني في نهائي افريقيا، في نهائي كاس افريقيا في لعيب خرج عشان يجيب كيس شيبسي وازاز حاجه ساعه يا محمد ثقافه اشتغل معاه حاجات كتيره جدا. فاللي اقصده الجهد الصحي والجهد الفني كتير جدا مع الصغير. فاللي اقصده ان ما كانش مدرب عنده شخصيه اسم كبير جدا واعي بيراجع وبيذاكر وبيحضر وبيقعد يقول محاضرات ويقدر يحفظه مش هينجح مع الناشئين. ربنا يوفقك. ماتش الهلال السوداني شايفه ازاي يا كابتن؟ الهلال السوداني طبعا فريق كسب الماتش الاولاني بتاعه. الكره السودانيه طبعا هي كره عنيفه، هي كره نشيط فيها نشاط وفيها حيويه. لكن انا ان شاء الله باذن الله احنا يعني من وجهه نظر الاهلي هو فريق مرشح للبطوله. الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الاقدر، هو الثقه، هو الترابط، هو الفنيات، هو الخطوره. هو طبعا في ظهره طبعا قبل اي حاجه ربنا، ثم يعني الدنيا ماشيه مع النادي الاهلي. ان شاء الله يوم الجمعه تبقى كويس بشكل رائع باذن الله تعالى. ان شاء الله. طب نخلي النهائي بقى اهلي وزمالك يا شيخ بقى. نعم يا استاذ محمد. بقول لك نخلي النهائي اهلي وزمالك. النهائي ممكن اهلي وزمالك؟ ها؟ عايزه؟ لا هو عايزه، بيقول لك نخليه اهلي وزمالك. خليه اهلي وزمالك. ايوه. ايوه. ايه رايك؟ اهلي لا يعني الصوت في بعيد، الاهلي والزمالك في النهائي بتقول حضرتك؟ هو بيقول لك يخليها كده. احنا اهلا وسهلا، نتمنى النهائي يبقى طبعا مصر 100%. اهلا وسهلا بالزمالك واهلا وسهلا بالاهلي. قبل اي حاجه، نادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير وكلهم اخوه وكلهم بيمثلوا مصر. وطبعا نتمنى كل التوفيق لسير المباراه وكل التوفيق لهذا اليوم، وربنا يوفق ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا. الحمد لله على السلامه يا شيخ. الله يخليك. شكرا استاذ محمد. وفي انتظار الدعوه للمقراه. شكرا جزيلا للكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب.
هو زي ما بيقول لك يعني في السن الصغيره في طبعًا كبير طبعًا, طبعا 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 هو كان ماسك قبل كده منتخبات شباب, مساله التغيرات الفسيولوجيه كمان بتاعه اللعيب من سن لسن بقى 15 في سن مراهق او مراهق زياد عامل معاه والتقل طبعا لسه شاب صغير وبتاع عايز معامله. لكن انا بقول ليه سالته السؤال ده, لان بعد ما شوقي مسك خد بطوله شوقي ده ملف لوحده الحقيقه. ما هو الناس قالت لك ان في مدربين ممكن يبقى بيقدر يتعامل مع السن الصغير اكتر واسهل من التعامل مع السن الكبير, بدليل ان شوقي مع منتخب الشباب خد برونزيه ومع منتخب الشباب الثاني او الاولمبي خد بطوله امم افريقيه مع المنتخب الاول لم يوفق. ففي ناس مقوله طلعت يقول لك حتى لو كان الظرف مختلف لانه في بتوقيت كان بقى كرة فيها مشكله وبتاع ولكن يقول لك ايه, في مدرب يجيد التعامل مع المرحله السنيه الصغيره يبقى قريب منهم يعرف يهزر معاهم يعرف مع الكبار والنجوم بتبقى المساله ممكن تبقى صعبه عليه شويه. كابتن ربيع هو ضد بقى الراي ده, قلت لك لا ان المدرب يستطيع ان يتعامل مع كل الفئات العمريه. وانت بتتكلم على مروان محسن قلت جمله انه الجمهور طبعا انك انت باستمرار عايز ثقه عايز دعم من الجمهور. غياب الجمهور عن الملاعب المصريه النهارده قريت حاجه للاستاذ اسامه الغزالي حرب في الاهرام وحد راجل كاتب سياسي ما هوش طبعا انما كاتب على الاهلي والزمالك وبيقول في الاخر ارجو الا نستسهل مشكله غياب الجمهور على المدرجات لانه هيبقى لها تاثير كبير جدا على الفرق المصريه وعلى الكره عامه. وقال ان انت لا يتخيل حد انه في جمهور يتمنع من مسرح وتقول للممثلين يلا مثلوا. غياب الجمهور تاثيره ايه؟ ما هو ده تاثيره ايه؟ ده تاثيره كبير جدا. انت النهارده انت ممثل على المسرح بياخد رد فعله امتى؟ في وقتها طبعا لما بيقول جمله طبعا سواء كانت جمله فيها في ضحك او جمله تراجيديه ولا حاجه رد فعل مباشر الجمهور بيروح مسقف او يضحك بالظبط فرد فعله مباشر طبعا. انما انا النهارده بقى لعبت في كوره وعملت كده وعملت كده ورقصت كده وحطيتها كده ها في الترب مين اللي فرح بيا؟ زمايلي طب ما كده كده هيفرحوا بيا بالظبط هم فرحانين بيا عادي يعني ايه اللي انا استفدته يعني انا عايز وتسقيف وبتاع انت واخد بالك. هقول لك على حاجه زمان وانا صغير كنا بنروح دايما العيله تاخدنا كده الحدائق في المناسبات والاجازات الحديقه او الجنينه الوحيده اللي هي كانت يعني معظم زيارتنا ليها جنينه الحريه اللي هي ورا النادي الاهلي هو انت موجود ماتشات الاهلي بتتلعب على في يعني القصه دي مهمه جدا في تغيير مسارك لا 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 لا, لا. قول لي لغايه لما رحت حديقه الحريه كنت انا ولا زملكاوي لا ما انا لسه ما عنديش بقى ايوه انت لسه طفل فبالتالي الفتره على تاثير الجمهور تسمع انت بتبقى مبسوط فرحت تبص على مين من الـ من الـ من الـ من الهيصه دي بعد كده رحت تبص على الخطيب كابتن الخطيب طبعا عفوا انا عايز اقول لك الاعهاد دي والتسقيف ده بيعمل سيب الناس اللي قاعده بره بيعمل عليك تاثير ما بالك اللاعب اللي جوه الملعب اللي هو التسقيف ده ليه هو برضه مش هخرج من حديقه الحريه طب خليني اقولها معاك اكملها معاك بس انا عايز لك ايه انت اللي بره ممكن يبقى ايه منبهر او سامع او ايه بيتعجب الناس دي بتسقف ليه او الهادي على ايه انت مش عارف صحيح لحد ما حد كبير يقول لك ايوه طيب اللي شافها وعاشها ما بالك بقى اللي جوه شايفها وعارف انها ليه هو شخصيا بالظبط تاثير عليه ايه يعني اكيد التسقيفه دي لكوره صالح سليم مع شوف بقى الطاقه ولا الشيخ طه ما يقول لك بتكلم على وقت الستينات يعني واخد بالك او رفعت الفناجيني وجيل الستينات دوت اكيد ده الواحد فيهم فشوف تاثيرها هتبقى عليه ايه فده عشان بقول لك تاثير الجمهور احنا 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 في غيبوبه احنا في غيبوبه اللي ما سوف يحدث على الكره المصريه من غياب الجماهير بهذا الشكل وما النهارده ما تيجي تقول لي ان احد اسباب فوزنا ببطوله الامم الافريقيه الجمهور طبعا اداء اللاعبين نعم طبعا ما كانش اللعيبه هتقدم غير جمهور تكتيك المدرب ماشي ولكن الجمهور في مباراه اكاد اجزم ان اللي جاب الجون الجمهور المباراة اللي هي الثانية الكونفدرالية كمان عماد متعب بص انت الجمهور لغاية اخر ثانية يا رب يا رب وشوف اللعيبة في الملعب انا بقول لك حتى في بطولة الأمم بتاعت المنتخب الأولمبي وانت متأخر قدام غانا وبتاع الجمهور ويا رب وبتاع وبتاع خلت اللعيبة انت بتسجل في اخر دقيقة طبعا طبعا انت لو المباراة دي مفيش جمهور والله ما كان يكون ليك قومة
ولا لما هيخش فيه جون حد هيحس. ما فيش حد بيكربكني، مفيش حد بيلومني، مفيش حد بيزوم عليا، مفيش حد بيحفزني. ادي عماره مخرجنا الجميل الحقيقه، بص وجريد وهو يعني الفرحه اللي مفرحش طول عمره، مش عم تهالي مفرحش تاني. شوفوا الجمهور في اللحظه دي كان عايش بتاثير ازاي. طيب وكاس العالم المباراه الاخيره، بص وليد بيلعبها، الاستاد اتهز وعماد بيلعبها طبعا. لا دي لحظات اللي هي الجمهور في يعني كاس في تصفيات كاس العالم المباراه الاخيره، واحنا عشان هنصعد كاس العالم ودخل فينا جون التعادل ومحمد صلاح والصوره بتاعته الشهيره ديت. الجمهور عمل ايه؟ شوفوا الجمهور صحيح، وساعه لما اتحسبت ضربه الجزاء كل الكلام كله شاطها، كل مش صلاح بس اللي شاطها، الله ينور عليك، مصر شاطت اللعبه، مصر كلها كانت بتشوط ضربه الجزاء. صحيح سواء بقى بعينيها بلسانها بدعائها بدعائها بقلبها، كله بيشوط، كله بيشوط، كله حاطط رجله مع رجل صلاح بالدعاء بالقلب بكل حاجه. صحيح ده تاثير الجمهور يا اخوانا. فاحنا عمالين ناخر هنأخر، طب وبعدين؟ تعالى تفكرني فيلم اسماعيل ياسين، عمال يجيب اللي وراه ويجيب اللي وراه ويجيب اللي وراه عشان ينط. طب ما انت هتفضل انت عمال تأخر وتأجل وتقول اصل الدور الثاني، اصل الدور الثاني، لا ونقصط. يعني برضو ايه؟ انت عندك تجربه نجحت في تذكرتي في كاس الامم وفي الالعاب الاولمبيه، الاثنين نجحوا بامتياز طبعا، والاثنين شركه وطنيه بكوادر هايله جدا تذكرتي، وعملت سيستم ومليت المدرجات ووضح تاثيرها. طب ما نكمل. طب هو ده السؤال اللي احنا بنساله. نكمل برضو مش بالبطاقه، مش ب 5000 و 4000 و 10000، لا ما تكمل ساعه كامله بضوابط تامه. طب حتى لو بداتها ب 10 يا سيدي انا راضي. هسال سؤال، ليه 10؟ انا راضي يا عم، انا راضي، مش احسن من ما فيش. لا وليه يعني ما فيش؟ لا انا بقول لك ايه، احنا جربنا الاستاد مليان، ساعتها هيقول لك اصل كلهم طايفه واحده وكلهم جايين ورا بعض، ودول هيبقوا طايفه واحده. اصل انت خد بالك حاجه، الاهلي يلعب في افريقيا، الزمالك يلعب في افريقيا، المصري، الاسماعيلي والاتحاد، كل الفرق ديت مشاركات خارجيه. طبعا بس سيبك من ماتشات افريقيا، وانا برضه هحضر الجمهور في ماتشات افريقيا. بس لا انا اقصد الساعه الكامله في ماتشات افريقيا حتى. لا ما انا ضد دي، انا ضد ان هي تبقى 5 و10 و3. لا انا عايزها ساعه كامله، ان هو جمهور واحد اللي جاي، جمهور واحد وهدف واحد ومش هيخرج عن، زي ما انت بتقول، ما انا كل شيء عندي مبرمج. ايوه طب خلاص يعني احنا عديت المرحله دي بقى. وبعدين جربتها، ولو في اي اخطاء او سلبيات المفروض انك انت بتدركها وعالجتها. بالظبط، فانت النهارده بتكمل، كمل لي. نتمنى وعلى الاقل كمل لي في اقبال جمهور الهلال الكبير، وتذكرتي بدات الحجز. تكمل الساعه بقى. انا بقول لك انت النهارده الجمعه والسبت الزمالك. اي بالظبط، نفس الاثنين الساعه الكامله، في هنا هزيمه وهنا هزيمه، وده عايز يعوض وده عايز يعوض. بالظبط، وده عايز جمهور وده عايز جمهور. صحيح، عشان يدي الدفعه. صحيح، فانا ما اعرفش الخطوه متاخره ليه، ما اعرفش، او ليه حكايه 5 و3 و2 ديت كاننا في بطاقه تموين، انت كيلو سكر وده ربع زيت والكلام ده. بحس ده هي بطاقه تموين بصراحه. طيب جيت لي على الزمالك ومباراته، وده ملف مهم. ميتشو استر يا ستار، كان طبيعي استر يا ستار، ربنا يجعل كلامنا خفيف على كل الناس. تسمح لي اخد اشرب العصير الاول، تسمح لي اخد رشه فيها، انتوا عندكم هنا ايه؟ واكون شايب النعناع، شايب النعناع. اتفضل ميتشو. الاهلي خسر ومشكله تحكيميه واضحه جدا، الزمالك فضل صامد في مازيمبي رغم صعوبه المباراه 60 دقيقه تقريبا طبعا، واتهزم 3، وفي كره اونج من لو كانت سجلت كان ممكن تغير نتيجه المباراه بالظبط، واحد فارق تماما، بس في ضربه جزاء لمحمود علاء، محمود علاء كان ممكن تغير بدري. ايا كان في ظروف جيم، لا مش هنسيب ضربه الجزاء لمحمود علاء ده، خليها على جنب، خليها على جنب عشان ما نختلفش مع بعض. وكيل ميتشو كان الطبيعي انه يمشي. من وجهه نظرنا الشخصيه يعني المتواضع، انا مش صاحب قرار يعني، مجرد راي، طبيعي انه يمشي، لازم يمشي، مش لازم مباراه، لا 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 مش المباراه دي تحديدا، بس اذا بتقول المباراه دي كشفت فيها عيوبه كتير قوي. كشفت فيها ميتشو، ممكن يكون زي ما قلت لك، ممكن يكون مدرب كويس. ممكن، انا مش يعني ما هو ما ادانيش علامه يعني، انما الظرف لا، انما الشخصيه برضه. الشخصيه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول محلقه يا كابتن. قلت لك ما هو ده مثلث. فنياتك، قربك من اللاعبين، وشخصيتك. بالظبط، ممكن تكون فنياتك عاليه بس شخصيتك ضعيفه. هتعمل ايه؟ العب. انا ميتشو لا، كان لازم يمشي، لانه مش بطموحات نادي الزمالك. ومش والمباريات اللي انت لعبتها الزمالك وحصل فيها تعادل او حصل فيها هزيمه، تبين ان هو مش قادر يدير المباراه فنيا بشكل صح، مع انه عنده قماشه كويسه.
ما تقوليش ان هو القماشه اللي عنده معلش عنده لعيبه كويس عنده قماشه كويسه وعنده لعيبه على مستوى مهاجمين وسط ملعب في الدفاع عندك انت معظم انت عندك لعيبه كلهم معظمهم منتخبات انت بتتكلم على محمود علاء منتخب بتتكلم على محمد عبد السلام منتخب اولمبي العناصر الاساسيه معظمها دوليين ده نقاز ده كمنتخب ساسي منتخب طارق حامد منتخب مصطفى محمد منتخب طب ما لا انت عندك القماشه بس انت ما عرفتش تستغلها كويس وتحس ان انت الراجل تحس انه مشوش مشوش سيبك من ماتش الكاس بتاع بيراميدز اللي هو ادى للناس الانطباع الكبير ده وانا بقول لك انا دايما اشوفك في ظروف مختلفه تستنى استنى لما اشوفك في ظروف مختلفه مش من اول ماتش عشان في بورتو فايلر مش هحكم عليه الا بقى لما يمر بظروف معينه فانت النهارده انا حسيت ان ميتش مشوش 4 2 3 1 طريقه طب 4 4 2 طب نجيب فلان ده باك رايت طب فلان يلعب نص ملعب طب بن شرقي راس حربه لا 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 بن شرقي ما ينفعش يقعد ماتش جاي بن شرقي يلعب طب نجرب كريم بامبو لا كريم بامبو يقعد انت عمال مش حقل تجارب الانديه الكبيره ليست حقل تجارب انت هو من حق المدرب يجرب طيب. اقول لك في ظروف معينه طيب. ترجع السؤال اللي سالته لي الاول أيوه. من حقك تجرب اجرب بس في ظروف معينه بعد ما ثبت التشكيل انصب القعده ناس تفرح فرح ناس تيجي تنبسط تاكل ممكن بقى المطرب الحلو يطلع ممكن بقى ننزل مطرب صغير طيب. ياخد انت فتحت ملف مهم الانديه المصريه في افريقيا فرص الاهلي فرص الزمالك لا يفتى ومالك النص على التليفون كابتن فاروق جعفر مساء الخير اهلا مساء الخير استاذ ابراهيم تحياتي وتحياتي للاستاذ محمد سيف ربنا يخليك حبيبي يا ابو حميد ازيك يا كابتن فاروق حبيبي ابو حميد ازيك يا حبيبي منور يا كابتن منور دايما وابدا بنسعد بارائك الموضوعيه والمنصفه دايما يا كابتن اتفضل اهو قول لي مباراة الأهلي والهلال السوداني الماتش اللي جاي شايفها ازاي يا كابتن؟ شايفها ان المباراة هتبقى من بداية كده لازم النادي الأهلي عبر عن نفسه انه عايز هيكسب من بدري. يعني النهارده يمكن احنا شفنا النادي الأهلي بالفرقة الثانية او معظم اللعيبة ما بتلعبش. الفترة اللي فاتت النادي الأهلي عنده تسديد في التشكيل فدي هتكون أفضلية ليه اكتر من فريق السودان فريق السودان طبعا بيلعب الاهلي والزمالك بيلعبوا وهم عارفين ان هيخسروا لكن عايزين يعطلوا الخساره من بدري خالص للنادي الاهلي بيعبر عن نفسه ان هو عنده لعيبه دلوقتي في حاله فنيه كويسه طريقه الاداء بشكل كويس التسجيل ثابت فدي كلها عوامل تساعد النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي هتبقى يعني انا من وجهه نظري المباراه في صالح النادي الاهلي اكثر من فريق الهلال لكن انا ما يمنعش ان فريق الهلال فريق قوي هيدافع بشكل قوي هيبقى في اداء في قوه اكثر من النواحي الفنيه فانت شايف ميزان فني وميزان بدني فدايما الميزان الفني هو اللي بيكسب كابتن النهارده النادي الاهلي رفع شكوى للاتحاد الدولي ضد التحكيم الافريقي راي حضرتك ايه على فكره التحكيم الافريقي الفتره اللي فاتت عموما ما انا شايف عشان ده جيل جديد طالع الجيل ده ممكن مؤثر على الاداء بتاع الفرق يعني فرق يعني ما احنا مباراه الزمالك اللي فاتت ومباراه الاهلي اللي فاتت في شيء من مش عايز اقول ما فيش عد لكن انا شايف اللعيبه الحكام خبره اللعيبه اكتر من خبره الحكام في المباريات دي فده مؤثر على اداء الفرق بشكل كبير يعني فبالتالي كان من الطبيعي ان هو يشتكي للاتحاد الدولي. ما هو طبعا ما انت ما عندكش حل ما هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل الاتحاد الافريقي اصلا يعني من الفتره اللي بعد عيسى حياته انت مش شايف ان اي مسانده للكره المصريه انت بتتعامل رغم ان انت عملت اكبر بطولتين في القاره عملت 2018 و2019 يعني الفريق الاول والفريق الاولمبي اكبر افضل وافضل دورتين اتعملوا وافضل امكانيات اتعملت وحاجه كانت تشرف افريقيا. لكن هما برضك يعني انا في اعتقادي يعني انا مش شايف ان في عدل بشكل كبير في الكره الافريقيه وخصوصا الحكام يعني. نقول له بقى يوم السبت. اتفضل. كابتن فاروق. ايوه يا ابو حميد. هل تغيير المدرب ممكن ياثر على اداء الزمالك يوم السبت؟ ولا خبرات اللاعبين تفرق؟ دلوقتي انت بتلعب البطوله الافريقيه غير الدوري العام. طبعا. المدرب خبراته بتبان في الدوري العام ان هو شايف كل الفرق. لكن الفرق الافريقيه دي المدرب
يعتمد بشكل كبير قوي على اللعيبه الخبرات. لعيبه خلص الماتش النهارده بدليل النهارده النادي الاهلي قعد 60 دقيقه من اللعيبه عشان ما مش رجليها في الملعب، وتغييرات الراجل كانت متاخره شويه. اما بدا يغير اللعيبه واللعيبه تحس ان هي بقى تحدي ليها. النهارده ال 20 دقيقه الاخرانيين النادي الاهلي فريق ثاني، يعني فريق ثاني ممكن يكسب 5-6 بعكس الناس تقول الاهداف. يعني انا اختلف على مع المعلقين دول، الاهداف بتضيع، الاهداف ما بتحكي، اللعيبه رجليها مش في الملعب، مش الحالات دي او المواقف دي مش بتيجي كتير ليهم، فتحس ان اللعيب ده حاجه غريبه عليه، محطوط تحت ضغط، محطوط تحت اختبار، فبيبقى عنده استربعه، عدم التركيز، تهور في الاداء، ده بيأثر على اداء اللعيبه بشكل كويس بشكل كبير يعني. طيب استعادة الزمالك بكارتيرون يا كابتن بعد تجربته مع الاهلي، يعني احنا عندنا تجارب قبل كده، مايكل ايفرت نجح مع الزمالك لما الاهلي جابه فشل، راينر هولمان الالماني نجح مع الاهلي لما الزمالك خده فشل، كارتيرون للزمالك رايك ايه؟ انا رايي يعني انا شايف ان كان الزمالك محتاج التغيير. يعني انا مش بتكلم عن المدرب اللي جاي، انا بتكلم عن المدرب اللي كان موجود. فكره التغيير نفسها زمام الامور لما بتفك من المدرب مفيش سيطره على اللعيبه. سيبك بقى اللي يقول لك الاداره مش الاداره، نمره واحد بالنسبه للعيبه هو المدرب. هو المدير الفني. الاداره بقى جابت له احسن لعيبه وهو مفيش سيطره، مش هتاخد منهم منتج. جبت له لعيبه مثلا 60 70% وانت مسيطر عليهم وبيسمعوا كلامك، هتاخد منهم منتج. فاحنا شايفين دلوقتي الحاله جدل كبير جدا في الشارع المصري، يقول لك كل شويه الاداره في الاهلي والزمالك ما اختارتش مدرب. الاهلي والزمالك انديه بطولات، يعني انت بتلعب البطوله بتجيب لعيب بملايين بملايين ملايين الجنيهات عشان تاخد بطوله. انت مش جايب لعيب عشان تعمله نجم او عشان تختبره، انت جايب نجم اصلا يطور ويعلي من اداء الفرقه، مش هتختبره ولا هتستناه شهر اثنين ثلاثة ولا مدرب، انت جايب مدرب يتعلم ولا ياخد اسم. ده الكلام ده كان زمان، دلوقتي الاهلي والزمالك كل الفرق اللي بتلعبها في البطوله الافريقيه بتلعبها عامله حسابها ان يعطلوا زي الاهلي والزمالك. فاحنا لازم نراعي ده، ولازم يبقى عندنا الثقافه في التفكير في اختيار المدرب. المدرب لما يكون اشتغل في الكره المصريه افضل ما تجيب احسن مدرب في العالم وما اشتغلش في الكره المصريه. تمام. انا من وجهه نظري ان الفتره اللي جايه هنشوف الانديه المدربين اللي هتثبت وجودها حتى لو في الفرق اللي هي بتنافس على البقاء. انا من وجهه نظري الانديه الكبيره هتعتمد عليها فتره كبيره، لان عندك الكره المصريه تختلف عن الكره العربيه، تختلف عن الكره الافريقيه. ليه؟ ان الكره المصريه هي البلد الوحيده بتعتمد على بطلين، الاهلي والزمالك. ما عندهمش بطل ثالث. يعني كل 20 30 سنه ما واحد فيهم ياخد بطوله فرقه ثانيه غير الاهلي والزمالك. لكن تمسك التاريخ اهلي وزمالك اهلي وزمالك اهلي فانت بالتاكيد ده انت بيبقى افكارك ان انت لازم تكون تجيب مدرب دايس في الكره المصريه وعارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه وقدرات اللعيبه وتشجيع الجماهير والاعلام. ما دولك ليهم دور اساسي كمان. محتاجين عوده الجمهور بالشكل الطبيعي يا كابتن. خلاص الكوره من غير جماهير، انت شفت البطوله بتاعت البطوله الاولمبيه. صحيح. الجماهير انت خدت البطوله. واللعيبه تحملت المسؤوليه. بعكس وانا عايز اقول حاجه. احنا دلوقتي لازم نبقى احنا مقتنعين بحاجه، احنا دلوقتي بنطور الكره المصريه، اول حاجه في تطوير الكره المصريه ان انت تبقى عندك فريق بتاع مستقبل. فريق شايف ان هو عنده طموح قدام، عايز يلعب في البطوله الافريقيه، عايز يلعب في كاس العالم، يعني فانت دلوقتي بتعمل فرقه. الفرقه دي عشان تتعود اول حاجه، وكان الفتره اللي فاتت كان حاجه كويسه من اللجنه الخماسيه وبالتنسيق مع الامن ان هم صرحوا للجماهير، الجماهير اللي هي كان دور اساسي موجود في الملعب، احنا اول مره نشوف 70,000 متفرج موجودين في الملعب. ما شفناش للناسيين الكلام ده. يعني أول مرة تحصل. فأنت دلوقتي في حالة تطوير. التطوير مش في المدرب. التطوير إن أنت تلاقي السند بتاعك في الملعب. إن أنت لعيب كويس عايز اللي يسندك، ما حدش بيسند اللعيب غير الجماهير. صحيح. طيب ريني فايلر في الأهلي على الطريق الصحيح؟ بص
اهم حاجه في المدرب ان هو يكون متزن واللعيبه بتحترمه مش متهور مش عصبي. الاهلي بيجيب جول واثنين الراجل ما بيتحركش من على الخط. وكان يعني مدرب الزمالك كان كده، لكن خرجت من ايده يعني زمام الامور بتاعه خرج من ايده. انت ما تقدرش يعني تبقى صعب. انا شايف مدرب النادي الاهلي بيشتغل بشكل في ثقافه الاداء، احترامه اللعيبه بتحترمه، بيتحرك مع اللعيبه حتى اللعيبه وهي خارجه وهي راضيه من الملعب. مفيش غضب ولا نرفزه ولا عصبيه. فانا شايف اختيار الاهلي كان للمدرب بشكل فيه نجاح، بدليل اداء النادي الاهلي اتطور بشكل كبير جدا. الزمالك ان شاء الله مع المدرب الجديد يكون عنده خبره عن الكره المصريه وعنده خبره عن الاهلي وعن الزمالك وعارف نوعيه الكوره. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في تطوير في اداء نادي الزمالك. نادي الزمالك والاهلي عندهم احسن لعيبه في مصر، فلازم نحافظ على احسن لعيبه في مصر. اللي هيحافظ عليهم مش الاداره، اللي حافظ على لعيب الكوره واللي بياخد قرارات مع اللعيبه وضد اللعيبه هي الاداره الفنيه ومش الاداره المكاتب. يعني لا، اللي هو المدير الفني بيبقى هو المسؤول اللي بياخد اي قرار بعقاب اللعيب او مسانده اللعيب او ان يشرك اللعيب في المباريات، المدير الفني. طيب احنا النهارده ضيفنا العزيز الاستاذ محمد سيف، ذكرياتك عنه ايه؟ وانا عارف ان العلاقه ممتده طويله. حبيبي محمد، ده حبيبي محمد، ده بدا معايا يعني عشت عمر طبعا. كان في ناسين في الاعلام اللي كان بدا معايا محمد، انا بحبه وبحترمه يعني. هو جدير بكل حاجه، وانت جدير بكل شيء جميل والله يا كابتن. لا والله يا محمد يعني بجد الاخ والصديق، ويعني انا يمكن من اسبوع كنت بكلمه والله بكلمه وبطمن عليه. ان انت خليك كابتن، نادرا لما حد بيحترم بيحبك في الله. انا مش هنسى يعني يا كابتن فاروق، برضو انا بقولها قدامك، برضو مش هنسى اول لما دخلت نادي الزمالك اول واحد اتعرفت عليه وبقى ياخدنا عشان يعرفنا بقيه اللعيبه كان هو كابتن حسن شحاته. صراح للنجم الكبير على طول، بادئ من كبير قوي على طول، هو كابتن حسن شحاته. كنت بقول للعيبه اجبر اللعيبه ان هي تقعد معانا، هو محترم جدا. طبعا عنده ولاء للنادي، شخصيه محترمه فعلا يعني جدا. انت كمان جدير بكل التقدير يا كابتن. شكرا كابتن فاروق، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكابتن فاروق جعفر، وكلام تستحق كتير عنه كمان. انا اقول لك اول لما دخلت النادي الزمالك كان سنه 80، كان هو الكابتن فاروق جعفر لسه موجود، الكابتن حسن شحاته، فهم الاثنين اول اثنين من اللعيبه اللي انا استقبلوني يعني. انا رحت عليهم على طول، انت بتروح المكان تروح على الكبير على طول بالك. وبعدين كانوا الاثنين معلمين، خش على المعلمين على طول. طيب بص بقى، يعني احنا خلصنا، انت عندك حاجه في ملف الكوره عايز تتكلم فيه؟ لا ولا بس انا سالت الكابتن فاروق في حاجه عايز اخد رايك فيها قبل ما اروح لمحمد سيف الشخص بقى. باتريس كارتيرون التجربه الرابعه الزمهلاويه، يعني البدايه مايكل ايفرت الانجليزي، اهله زمالك ومقاولين، ويجي للاهلي يفشل فشل ذريع يمكن ادى الى مشاكل في مجلس الاداره وسحب الثقه من مجلس الكابتن على خلفيه النتائج دي. ثم تجربه اخرى راينر هولمان ينجح مع الاهلي جدا ويجيب 2 دوري ويكسر الدنيا، الزمالك ياخده يفشل فشل كبير. كابتن الجوهري تجربه مختلفه، ابن الاهلي لاعب ومدرب، راح الزمالك خد بطوله افريقيا وكاس السوبر. ثم باتريس كارتيرون لم يوفق مع الاهلي، لا يعني مشي بدري، لعب فاينل. اتفضل. ما حتى حد يقول لي لم يوفق مع الاهلي، ما جابش بطوله. ما جابش بطوله ماشي. طب الظروف اللي كان شغال فيها، هل نوعيه اللعيبه اللي كانت موجوده؟ بالعكس، هو استلم الفرقه كان اخر المجموعه. الله ينور. ايوه، لعب فاينل افريقيا. لعب فاينل افريقيا. فلما انت تجيب لي مدرب انا اخر مجموعه الاقي نفسي في النهائي، طب وهل ساعتها كانت كل اللعيبه الموجوده دلوقتي متوفره عنده؟ يعني نوعيه كان رمضان صبحي موجود معاه؟ لا طبعا. حسين الشحات كان موجود معاه؟ لا طبعا. القماشه كانت مختلفه، القماشه كانت مختلفه. لا هي ساعات قماشه نمره واحد، والمناخ اللي انت ممكن تكون شغال فيه ساعتها. يعني انت النهارده دايما بقول لك ايه، شخصيه المدرب وقدراته الفنيه والكلام ده كله، طب المناخ بقى اللي هشتغل فيه شكله ايه؟ تختلف. ممكن اكون اشتغل في مناخ في النادي الاهلي يساعدني، اروح مكان تاني ما يساعدنيش. ممكن اشتغل في نادي الزمالك، مايكل ايفرت ايامها المناخ كان مساعده في الزمالك برضه، ممكن لما راح الاهلي كانت الامور مختلفه، بدليل ان مش النتائج بس اللي خلت فيه سحب ثقه من المجلس ساعتها يعني. لكن نتائج الكوره ما يعني ما دي جزء اساسي، ودايما
في الوقت دوت كانت الجامعات العموميه تتعصب لنتائج الكوره عكس دلوقتي يمكن جزء من المشكله كان تغير ده كان جزء من المشكله. فهو لك برضو بتحكم على المدرب من العوامل اللي هي شخصيته هو او تتصل بيه هو والمناخ اللي شغال فيه والقماشه اللي بيتعامل معاها تفصلش حاجه عن حاجه. حتى يعني هنجيب هات لي اي مدرب في العالم مش هقول اسم وهاته يدرب اي فريق كده في مصر هينجح؟ طبعا لا طبعا. فالمساله مش قدرات المدرب، قدرات المدرب انا معاك انه ضروره الانتظار ننتظر لا والقماشه اللي هتشتغل فيها والجو اللي هتشتغل فيه والظروف اللي هتشتغل فيها بس ده مهم جدا. طيب محمد سيف الصحفي والناقد والمؤثر، محمد سيف يا جماعه ابن الدارين يعني ابن شارع الصحافه 40 سنه بينهم شارع في شارع الصحافه، بدايه في اخبار اليوم في اخر ساعه ثم واحد من مؤسسي الاهرام الرياضي، مشوار مع صاحبه الجلاله فيه كتير من المنعطفات والتفاصيل، لكن قبل ما نخوض فيها كان غريب جدا انه صعيدي يتولى الكره النسائيه. حبيبي مفيش اعتقد حقوق للمراه في الصعيد اعلى من كده. لا 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 كابتن حسين عبد اللطيف اهلا بيه الراجل. ازيك يا كابتن؟ وحشنا 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 كده وحشنا كتير يا كابتن حسين. ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم. تحياتي حبيبي يا كابتن طول عمرك يعني اولا اخ وصديق حبيبي ده عشره عمر يا كابتن يعني عشره عمر طبعا مع بعض ربنا يديك. استاذ محمد سيف من بدري اولا بتحياته ليك اتفضل يا كابتن. يعني استاذ محمد سيف ده اولا طبعا استاذ محمد ده تربطني بيه يعني علاقه طبعا هو صديق الصدوق الحقيقه وانا يمكن من سنه 90 لما جيت من المنيا للزمالك وهو كان طبعا هو يعني احنا اللي كنا جداد عليه يعني في نادي الزمالك يعني فبالتالي يعني اتعرفت طبعا عليه واحده واحده لكن الحقيقه يعني عشره عمر وعشره الزمن الجميل فعلا. الراجل ده فعلا حاجة جميلة جميلة صحيح. جميلة جدا يا استاذ ابراهيم وانت عارف كويس صحيح صحيح انسان صادق مع نفسه كل اسرارنا يمكن كلاعيبة كورة وقد اكون انا يعني واحد منهم او واحد من المقربين هو كان بيبقى على علم بكل كبيرة بس في سر هو ما يعرفوش وانا مش هقوله بس كمل. انتوا صعيدة مع بعض بقى ايوه ايوه انتوا صعيدة مع بعض بقى كمل كمل لا ما فيش حاجة ما يعرفهاش كمل لا ما يعرفهاش بس كمل يلا لا حقيقي أنا أولا سعيد جدا برؤياكم ربنا يخليك اثنين أصدقاء يعني بالنسبة لي عشرة زمن صحيح طويل من قبل سنة 90 كمان فالأستاذ محمد ده لو اتكلمت عليه الحقيقة يعني أحتاج مجلدات لأن هو بالنسبة لي على المستوى الشخصي حاجة كبيرة جدا حاجة يعني لما ابقى ممكن متضايق من اي حاجه او بشكي همي يعني لنفسي فبشكي لمحمد سيف اخويا اللي هو حقيقي يعني حقيقي من اقرب الناس ليا في عشرتي في الكوره كلاعب وثم عشرتي كمدرب 20 سنه احنا مرتبطين ببعض نكاد نكون فعلا كنا يعني دايما بنتعهد ان احنا نتقابل اسبوعيا شهريا من فترات بس فعلا بقالي فتره عشان انا يمكن كنت مسافر خمس ست سنين خارج مصر وكده فبقالنا فتره ما تقابلناش بس طبعا انت عارف هنتقابل بس تجيب الدلع الثالث السوبر السوبر ايمن منصور فاحنا كنا يعني نلتقي المثلث ده على طول انا والحاج فيفو وايمن منصور مع بعض على طول ففعلا انت عارف الايام يعني بيبقى غصب عننا ظروف حياتنا طبعا الظروف اتغيرت بمناسبه العمل يا كابتن حسين تجربه مختلفه وتجربه مثيره ان انت تبقى المدير الفني لمنتخب الكره النسائيه فيها طموح كبير وفي قماشه مختلفه كمان رايك سريعا فيها ايه او شايفها ايه يا استاذ ابراهيم طبعا هقول لك اولا هي فعلا مش عايز اقول لك ودي حقيقي حتى مفاجاه لي انا كحسين يعني مفاجاه لي انا قصدي لما اتعرض عليا مره واثنين وثلاثه المهم ان انا قابلت قابلت قلت تجربه جديده يعني حاجه جديده عليا لكن في النهايه يا استاذ ابراهيم انا عايز اقول ايه ان هي يعني 11 ضد 11 الوينج رايت وينج رايت الوينج ليفت وينج ليفت 4 2 3 1 يعني اقصد ايه جميع كل حاجه ذاكرتها في حياتي اشتغلت عليها فموجوده في الكره النسائيه
هو الفرق ان هنا مثلا بتتعامل مثلا مع بناتي مثلا او ولادي، فالقوه مختلفه طبعا والسرعه مختلفه. بس طبعا هي الاحمال ما فيش شك لازم تكون مختلفه طبعا. طبعا طبعا احمال، طبعا احمال التدريب. لكن البنت على فكره مطيعه جدا جدا يا استاذ ابراهيم. المشكله اللي مقابلاني بس عشان تبقى انت برضو زي ما انت قلت برضو بسرعه شويه، ان ثلاث سنوات من عمر الاتحاد السابق، كان اتحاد الكره السابق، كانت وقفت المنتخبات النسائيه تماما. وبالتالي لا في منتخب شباب ولا ناشئين ولا فرستيم ولا اي حاجه، فدي مأثره عليا، ما فيش قاعده معايا. انا ماسك منتخب تحت 20 سنه، المفروض في تصفيات. مطلوب مني في خلال مثلا اللي هو من شهرين وستهم الى شهرين ثاني، في الاربع شهور، انك انت تعمل منتخب كويس وتكون منتخب وتعمل مباريات وديه، ومثلا تعمل تصفيات او تحاول تنجح في التصفيات. فكل ده لا اخفي عليك عامل الوقت طبعا بيزاحمني بشكل غير عادي وغير طبيعي مع امتحانات البنات اكيد في الفتره اللي جايه في نص السنه، فكل دي شويه مشاكل او معوقات. لكن بنتمنى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي عوده الكره النسائيه مره اخرى، لاني برضو الرياضه للمراه استاذ ابراهيم واستاذ سيف طبعا استاذ محمد استاذنا، الرياضه للمراه عامه حاجه محببه وحاجه لا، وترجع على ايد صعيدي ده يبقى تطور ثقافي كبير كمان. اما ترجع عندي بنات من الصعيد جايب كمان كمان والله. يلا بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن حسين. توفيق يا كابتن. توفيق يا كابتن. ونشوفك على خير دايما ونطمن عليك دايما باذن الله. شكرا للكابتن حسين عبد اللطيف. وقتك خلص كده خلاص. ابن الدارين، لا ابن الدارين. محمد سيف مشوار طويل في شارع الصحافه وبصمه كبيره، كنت اتمنى ان يبقى الوقت متاح للحديث عن بصمتك الكبيره في الصحافه الرياضيه. البدايه ايه؟ خريج كليه الاعلام. خريج كليه اعلام قسم صحافه 78 انت 78 وبعجاله كده يكفي ان احنا الجيل بتاعنا واللي قبلنا طبعا كمان تتلمذنا على يد المعلم اللي احنا كلنا بنسميه المعلم، استاذ جلال الحمص. جلال الحمص عليه رحمه الله. وهو ده اللي اول رئيس مجلس اداره لمجله الاهلي. لمجله الاهلي وهو ده اللي علمنا او حببنا الصحافه. انا دخلت الكليه داخل في دماغي ما ممكن يكون اذاعه وتلفزيون، مش الصحافه في دماغي، ولا كانت الكليه اصلا في دماغي تشوف الحمامصي. لكن الحمامصي خلاك تعشق حاجه اسمها صحافه. تتخيل حاجه اسمها اخبار اليوم. هو لانه كان المورد المباشر. طبعا مورد لاخبار اليوم، بس انا دخلت اخبار اليوم بالصدفه العجيبه صدفة. لاخر ساعه. لاخر ساعه. لا انك انت لما تيجي تقعد محاضره ساعتين. ساعتين بالتمام كمان، ما تسمعش فيها همس. الساعتين دول بتناقش خبر مكون من خمس ست سطور. الخبر بقى يقعد ناقصه ايه؟ والعوامل الخمسه، الاسئله الخمسه اللي موجوده ولا لا. طب لو حبينا نطلع منه تحقيق، تحقيق ده يبقى ايه؟ طب لو حبينا نحوله لحوار نبقى مع مين؟ والاسئله تبقى ايه؟ صحيح. طب ايه اللي ناقصه؟ طب ايه اللي طب ايش اقلبه؟ طب هاتوه. ساعتين محاضره بتناقش خبر ست سطور. مش عايز تعشى الصحافه؟ استحاله. وبعدين باسلوبه هو كمان يخليك تعشق هذا. طيب 80 محمد سيف ينضم الى اخر ساعه، اخر ساعه بالصدفه. دي من اغلفه اخر ساعه، لانه الحقيقه اخر ساعه يا جماعه ده الملحق الرياضي. كان ليها ملحق رياضي في الفتره دي، كان هو الفورة. ده هو طبعا كان هو الفورة. اول ملحق او اول مجله رياضيه بالالوان تظهر في في مصر. طبعا صحيح. طلعها الله يرحمه احمد علام. وكان الكابتن خطيب واحد من نجوم الغلاف شبه المتكرر. لا وخد بالك كان بيكتب فيها الخطيب، كان له صفحه الخطيب يرد على اسئله الكراء. بالظبط. كنا بنجهزها له نبعتها له البيت ويجاوب صحيح وتتنشر. صحيح. تجربة مهمة في حياتك. أنا بقول لك تجربة جدا 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 جدا، وعملت كل شيء له علاقة بعملك الصحفي، وخلاك ازاي تبقى مش مجرد صحفي محرر كويس. لا ازاي تدير كمان. هو مش انحازر لأخبار اليوم. لا مش انحازر لأخبار اليوم، ولكن خد بالك هي مدرسة. من الأبحاث التاريخية في الصحافة اللي لسه ما اتعملتش، دور أبناء أخبار اليوم أو أبناء مدرسة أخبار اليوم في رفعة شأن الأهرام. من الاستاذ هيكل لاحمد بهاء لانيس منصور لحتى الاستاذ صلاح منتصر، كلهم في كله ابناء اخبار اليوم والاستاذ علي امين. انت لما تيجي تخش مجله اخر ساعه، القسم اللي في اخر ساعه، وتقابل احمد علام رئيس القسم، وكان هي مذكرات فاروق جعفر عشان كده. حوار المنيره، رغم ان الاستاذ احمد علام كان معروف عنه اهلاوي انما للامانه انا واحد ما حسيتش بالكلام دوت.
ادالك الفرصه تعمل كل حاجه وتكتب عن كل حاجه وتقول رايك وتقول كل حاجه. الجيل انت والاستاذ كمال، انا والاستاذ كمال عبد الخالق، انا وخريج معايا دفعه 98 كمان الله يرحمه علاء عيد، والاستاذ ممدوح امين اللي هو طلع معاش، كنا اربعه. وكان موجود معانا او سبقنا الاستاذ الله يرحمه علاء اسماعيل، والاستاذ رفعت بحيري. ايوه، والاثنين دول كانوا وعلاء موجودين. سافر علاء سافر، هم دول لما سافروا دبي بقى الاستاذ احمد محتاج اثنين بدلهم. ايوه، فراح مره في استاد القاهره في ماتش قابل حماده امام كابتن الله يرحمه. قال له يا كابتن حماده قول للدكتوره ماجي، ماجي الحلواني والدة حازم امام، ده كان معاه في العربيه، كانت مسافه كليه صديقنا العزيز، وهو اللي قال قال له عندي اثنين نفس الشوت اللي انت عايزه يا كابتن. صحيح، قال له يجي لي بكره الصبح السبت. انا وحسام غفار دفعتكم برضه، دفعتنا انا والاستاذ كمال عبد الخالق مدير التحرير اخر الساعه. رحنا ثاني يوم السبت ولقينا بدا المشوار 10 سنين. بس بقول لك على حاجه، الراجل ده بقى لما تكتب خبر يقول لك انزل نزله الجامعه، ايام الجامع الرصاص، عارفه انت تحت في المبنى القديم، انزل ودي الجامع، احنا نقول احنا سعاه محررين، ننزل نطلع. طلعت ليه؟ وانا اللي بالجامع، اقعد لحد ما الجامع وجيب لي بروفا عليه، نجيب البروفا ونطلع. يعدل مراحل تكوين، عارف اقول لك على حاجه، يوم الطبع بتاع الملحق دوت لازم موجود، عارف ليه؟ تختصر. لا ده الطبع، ده الغير مونتاج، احنا بنحضر المونتاج عشان نتعلم ازاي الالوان بتتدرب. الالوان دي كانت بتتدرب يدوي، يعني تجيب الاحمر على الاخضر عشان تطلع اصفر مثلا، او الاحمر على الاصفر عشان تطلع اخضر، حاجه كده واللزق تقعد في الطبع وتشوف تدريب الالوان وبتطلع ازاي. ويدخلك المونتاج يوم الاثنين عشان تعرف يعني ايه كلمه مونتاج، والراجل بيمنتج توضيب المجله، كل الكلام ده. وكنا بنوضب بايدينا. شيخ ربيع ياسين، حوارك المهم الاول والافضل والاحلى في حياه ربيع ياسين النسر الاسمر. انا اطلقت عليه لقب النسر الاسمر. هو معتز، كاتب محمد سيف الدين، هو معتز باللقب دوت. ايوه حبيبي، انا بقول لك انك ازاي في مدرسه اخبار اليوم اتعلمت فنون المهنه، مش التحريريه فقط، التحريريه والاخراجيه، وازاي تدير يعني الراجل صح لما يسافر يسيب واحد مننا انت اللي هتدير القسم او هتدير المجله. صحيح، فلما بهذا التكوين المهني الكبير انتقلت الى الاهرام 89 مش كده؟ 89 عملنا العدد زيرو، وفي يناير 90 كان العدد الاول اللي هو ممكن في كتيبه المؤسسين مع كنا بنسميهم اللي هم المحاربين السبعه، كنا سبعه بقياده ابراهيم حجازي، كنا مسمين نفسنا المحاربين السبعه. المحاربين السبعه اللي هم طبعا الاستاذ نصر القفاص، ياسر ايوب، نبيل عمر، كان المحررين الكبار جدا، والاستاذ يوسف الفخراني، استاذ انور عبد ربه العبد لله، ومعانا الاستاذ حسن المستكاوي. بس احنا كنا كلنا او ست او سبعه جايين من بره المؤسسه، ما كانش في حد مؤسسه تعرفه، كله جاي من بره، كله جاي من بره. عشان دي تجربه ابراهيم حجاز الحقيقه، عشان كده يذكر بيها بالخير، عشان كده كانوا يعني بيتريقوا علينا او محطوطين احنا في والجيل اللي بعديها على طول في ظهركم خالد توحيد الله يرحمه، ده بقى جاي خالد توحيد الله يرحمه، واكرم يوسف، واكرم يوسف الله يرحمه، وبعدين سيد هنداوي، محمد شبانه، عبد الشافي صادق، وعطف عبد الواحد، واسامه صادق اعتقد، واسامه صادق لا مسافر. لا الاهرام الرياضي فيه كتير وسافروا، في كتير عدوا عليه وسافروا، وعلي مسعود وسافر، وعلي مسعود وجه عندنا وسافر كتير قوي قوي، وحمدي الحسيني اللي موجود في وحمدي الحسيني، كل ده عدى، كل الاجيال دي عدت. مرورا بعد كده بالجيل بتاع محمد شبانه وعبد المنعم القسطى، وعبد المنعم القسطى، ولحد عبد المنعم فهمي يعتبر من اخر الاجيال دي، وعبد الشافي، وعبد الشافي صادق. لا في ناس كتيره بقول لك اللي موجود، لا هي مدرسه، هي يعني هي تجربه ثريه جدا 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 جدا، له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الاستاذ ابراهيم حجاز ان هو يجيب سبعه من بره يعتمد عليهم ان هم يطلعوا المجله دي. المجله كانت ايامها ساعتها انت عارف الحجم الكبير، و80 صفحه. صحيح، يعني كانت مسؤولية. طيب تجربه مهمه جدا، لكن خلينا برضو الاحظ معاك انه الفتره الحاليه يتلاحظ انسحاب اساتذه النقد الرياضي عن المشهد. فين تاثير كل هؤلاء الاساتذه؟ يعني انت مش معايا انه كان الاستاذ نجيب المستكاوي، الكابتن نعمان، الاستاذ ابراهيم حجازي، الاستاذ حاتم زكريا، الاستاذ محي فكري، محي فكري الله يرحمه، الاستاذ جمال هليل، اي واحد منهم، الاستاذ محمد سيف، اي واحد منهم لما يتبنى قضيه الجوهر ما كانش بيتشال الا باقلام النقاد. بس عشان ساعتها كانت الصحافه الورقيه هي طب ايه يعني الاساتذه كلهم يعني الصحافه الورقيه ما بقتش موجوده حاليا، ما بقاش ليها تاثير. يعني ده بفعل المهنه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا ما كنت بكتب لحظه من فضلك في اهرام الجمعه، ولله الحمد كنت يوم الجمعه يبقى فيه 300 تليفون بيجي لي من المقاله، سواء كانت فيها ايجابيات او سلبيات او 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 في تاثير للمقاله. النهارده ممكن تكتب مثلا ما حدش هياخد باله، انا بكتب لحظه بفضلك في الاهرام الرياضي، اعتقد في 30 لو في 30 ألف مثلا بيتابعوني مثلا، 9 شهر ما عرفوش ان انا بكتب لحظه بفضلك في الاهرام، ما حدش بيقرا.
لحظه من فضلك، كانت تجربه اعلاميه مهمه ليك تحولت الى برنامج تلفزيوني، ودي كانت فكره هايله طبعا، لكن ما كملتش ليه؟ لانها توقفت ساعه بعد احداث 25 يناير. لا دي دعبس، الدكتور دعبس ساعتها، وليد دعبس هو اللي هو بصراحه اللي اداني الفرصه يعني. وهو اللي عايز اقول لك حاجه، كانت طله مهمه، اول الحقيقة برنامج يتعمل باسم مقال باسم مقال صحيح. انا بقول لك كانت تجربه جديده وحلوه. هو قال لي انا عايزك تعمل برنامج بنفس الاسلوب اللي بتكتب بيه لحظه واحده يوم الجمعه. نفس الاسلوب، حتت الصغيره السريعه و50 دقيقه ولا 5 دقيقه ساعه، كانت لحظه ويسمى بنفس البتاع. توقف عشان الناس بتسال فين محمد سيف من الشاشات والتحليل. لا خلينا يعني هقول لك، من الشاشات بدات اتواجد بس على خفيف يعني، لكن ما الظروف، خلينا واقعيين بس عشان الوقت بيان، لا تسمح ان محمد سيف يتواجد. الظروف والتاريخ اللي انت حضرتك بتتكلم 40 سنه ما ينفعش ان انا اتواجد في الظروف اللي بتمر بيها الرياضه المصريه حاليا كده. ودائما لا يتواجد الاستاذ محمد سيف الا في المكان اللائق به، ولا يتواجد الا في الظرف اللي يساعد ان هو يقدم رايه، يقدم فكره، يقدم وجهات نظره، ويقدم تجربه ثريه كبيره جدا. كنا سعداء النهارده بتناول بعض تفاصيلها يا استاذ محمد. انا اللي سعيد بتواجدي معاك يا استاذ ابراهيم النهارده، يعني يكفي انك انت اخبار اليوم زيي، خريج اعلام زيي، صحيح، واهم حاجه كنا ايه، اصدقاء وزملاء وركاب مترو سوا، وكنا ابناء المترو سوا. شكرا جزيلا. سعدنا جزيلا بالناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد سيف، مدير تحرير الاهرام الرياضي وابن الدارين اخبار اليوم الاهرام. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، ودائما وابدا تصبحوا على خير.